سنة 1952 في السويد بدأ البروفيسور برانك مان أبحاث استمرت ل 15 سنة على مادة التيتانيوم، لما اكتشف مدى إمكانية تآلفها والتصاقها بالعظم البشري وطور منها زراعات الأسنان اللي بدأها سنة 1965 واللي اعتبرت أحد أهم ابتكارات العلم في طب الأسنان الحديث، واللي حصل بسببها على عدد كبير من التكريمات والجوائز، كما حصل على أكثر من 30 منصباً فخرياً في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. أهلا بكم. برانك مان بالتأكيد قدم للبشرية شيء مهم جدا، التيتانيوم ده شيء في منتهى الأهمية في زراعة الأسنان، في منتهى الأهمية زراعة الأسنان كمان في تجميل الابتسامة. يعني الزراعة وتجميل زي ما بيقولوا وجهان لعملة واحدة. في الآخر أنا عايز أحصل على ابتسامة حلوة، عايز أحصل على أسنان جيدة. عملوا كمان دراسة مهمة قوي، لقوا فيها أنه دوكة كامبريدج كيت ميدلتون هي أجمل ابتسامة في العالم. دي دراسة عملتها جامعة مجلة ميرور أو موقع ميرور، لقوا أنه كيت ميدلتون دي رقم واحد. رقم اثنين هي هولي ويلو ولغبي اللي هي عارضة الأزياء المشهورة. ثالث واحدة هي شيرل فرنانديز دي رقم ثلاثة. رابع واحدة جات أنجلينا جولي. شوف خلي بالكو انه يعني أنجيل رغم ان هي الأشهر. ميشيل كيفن خدت المرتبة الخامسة، وإيما واتسون خدت المرتبة اللي بعد كده المرتبة السادسة، وجات جينيفر أنيستون يعني الجميلة في المرتبة التي تليها. خلي بالكو انه الجميلات ابتسامتهم بتتغير جدا وبيزيد جمالهم لما يروحوا لدكاترة. كل دول سنانهم ما كانتش حلوة، كل دول خضعوا لعمليات تجميل الأسنان، كل دول لجأوا لتجميل الأسنان. خلي بالكو أن تجميل الأسنان مهم جدا لحياة الإنسان حتى العادي، بدليل اللي احنا هنشوفه دلوقتي في موقف بيحصل مش شرط بالشكل ده في حتت كتير، بس ساعات يكون محرج جدا. تعال نشوف مع بعض. طبعا ده موقف كوميدي، يعني ما مش ما يعني ده دلالة على إن رد الفعل اللي ممكن يكون عند إنسان لما يشوف أسنان مش حلو، ممكن ينسحب. مش لازم من القضايا، ينسحب من القعده، ينسحب من الخطوبه، ينسحب من الارتباط. النهارده حوار مثير جدا مع ضيف عزيز عليا جدا ومبدع في مجاله، وبيسعدني جدا حواره العلمي الدقيق واجتهاده المتميز في اداء وظيفه مهمه جدا في عالم الاسنان. ضيفي العزيز هو الاستاذ دكتور كريم مدحت. علاج المريض او نجاح الحاله اللي انت بتشتغلها دي بيعتمد جزء كبير جدا على الراحه النفسيه اللي موجوده ما بين المريض والدكتور بتاعه. مفيش دلوقتي فينير بدون تحضير. اللي احنا وصلنا له ان احنا بنعمل فينيرز بتخانه 0.4 ملم. الدكتور اللي بيعمل كل حاجه ده مش موجود دلوقتي. واللي بيعمل كده هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها. هي ديزاين وأجهزة وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل إيه، وفريق عمل بيساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله. الدكتور كريم مدحت، استشاري زراعة الأسنان والتركيبات الثابتة، زميل كلية الجراحين الملكية، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز دكتور كريم مدحت. اهلا بك يا دكتور كريم. نور دكتور. بنور حضرتك يا دكتور ايمن. عايز ابدا الاول معاك، يعني هل طبيب الاسنان في بعض الاوقات يتحول الى طبيب نفسي؟ دي مهمه جدا النقطه دي. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. انا بشوف من وجهه نظري ان علاج المريض او نجاح الحاله اللي انت بتشتغلها دي بيعتمد جزء كبير جدا على الراحه النفسيه اللي موجوده ما بين المريض والدكتور بتاعه. انا بشوف ان النتيجه دي بتفرق بقد ايه، او الراحه النفسيه دي بتفرق في اكتر من 60%. تمام، هو متقبل الكلام اللي انت بتقوله، اوير وفاهم على وعي بالكلام ده، طالما هو مرتاح لك نفسيا متقبل الكلام ده وفاهم خطه العلاج بتاعتك. وكمان لازم ابقى فاهم الدوافع والدواعي بتاعه المريض ده ناحيه هو بيعمل تجميل، سواء بيعمل تجميل او بيعمل علاج او بيعمل زراعه، اكيد في دوافع ليه. الدوافع دي ممكن تكون للشكل، يعني نتيجة شكل أو مظهر أو شكل مش كويس، ممكن تكون دواعي مرضية. هو عنده مشكلة معينة في المعدة، سوء هضم بسبب سنانه اللي فيها مشاكل كتير.
فلازم يبقى فاهمين الكلام ده عشان نعرف نتعامل مع المريض ده ونوصل بيه لافضل نتيجه تناسبه، يبقى ساتسفايد 100%، يبقى راضي 100% عن النتيجه دي، واحنا كمان نبقى راضيين 100% عن النتيجه دي. في عالم التجميل الماتيريال المستخدمه، يعني اقصد بالماتيريال الزركون، الايماكس، السيراميك، حسب بقى انتوا الحاجات اللي هي الجديده بقى. ده في حاجه دلوقتي جديده كمان هنبقى نتكلم عليها النهارده، في اللي هو الزركون الاف اكس المالتي لاير. دي الطفره او التقدم الجديد في عالم السنان. هو بيجمع حاجتين، بيجمع ما بين صلابه الزركون مثلا، دي الحاجه الموست ريسنت اللي هي اخر حاجه وصلنا لها دلوقتي، ما بين صلابه الزركون والشفافيه والشكل الجمالي قوي بتاع الايماكس، بتاع الايماكس والبورسلين. بالظبط بيديك الاثنين، بيديك الصلابه بتاعته وفي نفس الوقت بيديك الشكل الجمالي قوي بتاع الايماكس. ده مثلا مراحل التطور. هو اصلا نرجع لورا ونشوف مراحل التطور كان ايه. كان زمان الكراون او ما كانش فيه طبعا فينير من زمان، الكلام ده انا بتكلم من 30 سنه او الكلام ده، او 20 سنه 25 30 سنه ما كانش فيه طبعا فينيرز، ما كانش فيه الكلام ده، كانت كراونز. كانت الكراونز عباره عن متر معدن، طربوش معدني اللي كان بيتعمل في السنان اللي قدام دي، او سنه ذهب، ده اللي هو اثرياء القوم هي اللي بتعمل السنان الذهب. الموضوع تطور لانه ما بقاش شكل جمالي، بغض النظر عن الموضوع بيعبر عن ثراء او عكسه، هو مش شكل جمالي خالص. فبقت الحاجه للشكل الجمالي هي المطلوبه، فبدانا السنه المعدنيه دي او التربوش المعدني ده نعمل له فيسنج. فيسنج يعني ايه؟ الواجهه بس من بره نحط عليها طبقه بلاستيك. الموضوع اتطور شويه لانه هو مازال لسه مش هايجينيك، لسه مش متلائم مع انسجه البق، مع اللثه، مع الاسنان، مع الحاجات دي كلها، وبدا يعمل مشاكل مع الوقت. فبداوا يطوروا في الموضوع وعملوا الفول فول كافرج بورسلين، هو برضو القلب بتاعه معدن بس غطوه كله بطبقه البورسلين عشان يبقى من بره ومن جوه الشكل جمالي. الموضوع تطور اكتر وقالوا لقوا ان المعدن ده، لقينا ان المعدن ده بكل بساطه هو مع الوقت بيعمل ديسكلاريشن، بيغير في لون اللثه على مرور السنين، تمام، لانه بيتفاعل مع اللثه دي بيغير في لونها مع الوقت. كمان هو اسناننا الطبيعيه اللي ربنا خلقها ما فيهاش المعدن ده، فبالتالي انا مستحيل اوصل بحاجه فيها معدن لدرجه 100% تجميل. بعد كده احتاجنا ان احنا نطلع الزركون اللي عباره عن بلوكس بتتخرط عن طريق السرج، جهاز السرج ده تقدم او الطفره الكبيره. انا بشوف جهاز السرج ده الطفره الكبيره بقى في عالم التجميل والتركيبات والعدسات والكلام ده كله. شلنا المعدن، بقت التركيبات بتاعتنا عباره عن بلوك بتختلف الماتيريال بتاعته على حسب انا محتاج ايه في الحاله دي. انا عندي واحد هيفي بايت يعني عضته قويه فمحتاج له حاجه تجميليه بس الصلابه بتاعتها قويه، بنستخدم مع زيركون. عندي واحد تاني او مثلا هحتاج تركيبات كبيره شويه، هعمل تركيبات يعني اسنان مفقوده بس عدد اسنان كتير شويه، فانا محتاج في الحاله دي مثلا نتكلم عن الحاله دي. الحاله دي بصراحه اتعمل فيها شغل كتير. الحاله دي اللي اتعمل فيها هي معمول فيها عدسات ومعمول فيها شغل ليزر كمان، لان زي ما احنا شايفين السنان مش مرصوصه، الانياب جزء منها في اللثه نازله وجزء التاني طالع، تمام، الفراغات ما بين الاسنان كبيره، تمام. محتاجين اشتغلنا شويه الاول على اللثه، واحنا شايفين هنا في الصوره واضح ان احنا شغالين بالليزر فيها. الليزر ده بقى من اهم التطورات برضو. الليزر ده هو بتقدر تقص اللثه بتاعتنا وبتكويها في نفس الجلسه بدون بينج، بدون الم، وبتشوف النتيجه بتاعته لحظيه. ننسى بقى الجراحه وننسى المشط وننسى الكلام ده كله. ليزر رائع طبعا. طبعا. اشتغلنا زي ما قلنا في الحاله اللي ورا دي ليزر عشان نرسم شكل اللثه، وبعد ما رسمنا شكل اللثه بتاعتنا بدانا نعمل الفينيرز بتاعتنا عشان يبقى عندنا السيمتري اليمين والشمال زي بعض وشكل الاسنان وحجمها متناسق وطريقه الكلام والنطق طبعا مختلفه لان الفراغات دي قفلناها، ففرقت معاها طبعا ان بوزيتيف واي طريقه كويسه. دي خدت وقت قد ايه؟ حاله زي كده الليزر بس احنا بنحتاج ان احنا بنشتغل في جلسه واحده وبعدين بنشتغل التركيبات بتاعتنا، يعني بتخلص حاله زي كده في خلال 3 ايام مثلا او حاجه عشان بس نستنى الهيلينج بروسيس او عمليه التطور بتاع الالتئام بتاع الليزر. ممكن ابتسامه بتاعه انسان تختلف عن ابتسامه انسان ثاني حتى لو بينهم تشابه شكلي قريبين في الشكل من بعض؟ تشابه شكلي اوكي، بس هو برضو الابتسامه ما بيحكمهاش الشكل فقط. الابتسامه او تصميم الابتسامه بيحكمها عوامل كتير قوي، بيحكمها غير الشكل. يعني مثلا حاله زي دي التجميل او الناس بتسمع عن هوليود سمايل اللي هي الابتسامه الناصعه البياض، حاله زي دي هي مش ابتسامه ناصعه البياض، الحاله دي تجميل. الاسنان اللي فوق كلها جملناها لان طبعا فيها اجزاء مفقوده كتير وكسور وحاجات زي كده. دي ست، هي ست موظفه، تمام، بشرتها مش فاتحه قوي، اسنانها مش فاتحه قوي، لو عملت لها حاجه ابيض ناصع اكيد هيبقى المنظر غريب جدا او ملفت، وهي ست كبيره وفي الشغل عندها، هي مش عايزه ان حد يبقى ملاحظ شكلها اسنان يبقى حلو، هي تبقى راضيه عنها. هي ناتشرال جدا، ناتشرال جدا، يليق معاها، يليق مع بشرتها، يليق مع سنها، يعني يليق مع وظيفتها. اي حد يشوفها مش هيقول انت سنانك، انت محافظه على اسنانك، وهو ده التجميل. هو التجميل مش نعمل حاجه بيضه باينه، هو التجميل تعمل حاجه كويسه شكلها حلو. ازاي نفرق
أو بمعنى صح المريض نفسه يفرق بين دكتور ودكتور في التجميل؟ بكل بساطة أنا بشوف الدكتور ده هو عبارة عن إيه؟ حالة زي كده مثلا، دي حالة فينيرز، تمام؟ الفكرة إحنا ليه اخترنا فينيرز مثلا؟ وده بيبين الفرق ما بين دكتور ودكتور تاني. أنت جايب حالات حلوة. ليه اخترنا فينيرز؟ لا لا والله صحيح. حضرتك يا دكتور يعني يعني مبسوط قوي وأنت عمال تنقل من حالة لحالة. ميرسي لحضرتك. فيها فن وبساطة، وبرضو عاجبني لغاية دلوقتي الناتشراليتي اللي هي الطبيعية بتاعت الحالة. ما هو ده التجميل، احنا في 2018 دلوقتي مش بندور على اسنان بيضة بتنور، احنا بندور على شكل طبيعي حلو. حالة زي دي اول حاجة بنهتم بيها، رقم واحد نتعامل مع المريض وايه الدوافع ورا التجميل بتاعك، نفهم السيكولوجي بتاعته ونفهم هو ايه الدافع ورا التجميل. رقم اتنين نعمل له دايجنوز، نعمل له تشخيص صح. محتاج شغل لسة، محتاج حشوات، محتاج تنظيف، محتاج ايه بالظبط. رقم اتنين نبدأ نظبط الكلام ده كله ونشوف النوع التجميل المناسب ليه. هل هيحتاج زراعة؟ مش هيحتاج لو أسنانه كاملة؟ طيب لو هيحتاج، لو أسنانه كاملة هيحتاج عدسات وهيديله نتيجة أفضل عدسات ولا تركيبات؟ لأن أنا بيجي لي ناس دكتور أنا شفت العدسات وأنا عايز أعمل عدسات. ما هو حالتك مش هينفعها عدسات، العدسات دي برضو هي ليها مجموعة قواعد عشان تعملها لازم تمشي عليها. متوفرة عند حضرتك القواعد دي يبقى هتتعمل، مش متوفرة مش هتتعمل. لو مشيت بالتكرار ده او بالستبس اللي بقول لحضرتك، وطبعا اهم من ده كله لازم يبقى فريق عمل، الوان مان شو، الدكتور اللي بيعمل كل حاجة ده مش موجود دلوقتي. واللي بيعمل كده هو ما بيعرفش يعمل اي حاجة من الحاجات دي كلها. المفروض ايه اللي بيحصل؟ المفروض كل في تخصصه. احنا قلنا تشخيص، تريتمنت بلان تتحط، ويبقى دكتور التجميل ده مايسترو بيشغل حبة ناس حواليه، دكاتره حواليه، زملاء ليه، اللي بيشتغل على اللثه واللي بيشتغل على الفينيرز بالظبط عشان نطلع النتيجه الممتازه. بيفرق عن ايه في ايه؟ زي ما بقول لحضرتك دكتور بيمشي بالمنهج ده ودكتور تاني ما بيمشيش بالمنهج ده، اكيد نتائج مختلفه خالص. في بقى دايما في عقول دلوقتي الناس استفسار عن القشره التجميليه، مين اللي ينفع له قشره تجميليه، وخصوصا الناس بتتلخبط بين القشره والكراون. القشره دي مبدئيا نعرف للناس القشره عشان يبقى عندها فكره هي ايه القشره التجميليه. القشره التجميليه دي هي عدسه خزفيه خالص بتتصنع من ماتيريالز كتير تجميليه، اي ماكس اشهرهم، تمام، بتتلزق على السطح الخارجي للاسنان فقط. الهدف منها لو مثلا في كسور صغيره في الاسنان، يعني مثلا مش نص سنه مكسوره، كسور صغننه في الاسنان زي كده، كسر في السنتين دول، بنبدا نحضر الاسنان او بنحضر السطح الخارجي، بنعمل له تخشين بسيط كده، دي الانواع المتطوره كمان من العدسات، تخشين بسيط للسطح الخارجي من بره، وبعد كده بنبدا نعمل الديزاين دي اس دي، ديجيتال سمايل ديزاين، عشان نشوف العدسه دي. طبعا دي كلها مراحل التحضير، حضرتك الاول بتخشن وبعد كده بتنعم السطح ده بطريقه معينه عشان مرحله لزق العدسات لما تيجي تلزقها عليها، تمام. بتعمل لها دي اس دي اللي هو الديجيتال سمايل ديزاين على الكمبيوتر، بتصمم شكل العدسه دي هيطلع عامل ازاي والضحكه دي كلها هتطلع عامله ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو ده هو الكسور اللي في الاسنان هي كسر صغير، لكن لو كسر اكبر من كده نص سنه مكسوره احنا خرجنا برا الفينيرز، ودي المعضله اللي احنا بنواجهها مع المرضى وفي التعامل معاهم، ان احنا نشرح لهم ازاي نقدر نوظف العدسه بشكل صح. بنبدا نحط الماتيريال بتاعتنا بتاعه اللزق ونعمل لها كيورنج، يعني ننشفها بالليزر ده ونلزقها على سطح الاسنان، والكلام ده كله بياخد وقت بسيط جدا 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 جدا، وما فيهوش طبعا اي مجهود. زي ما قلنا احنا بنحافظ على السنان بتاعتنا من غير ما نبرد فيها كتير. ونبدا نظبط. مفيش دلوقتي فينير بدون تحضير؟ لا، مفيش حاجه اسمها بريبلس بدون تحضير، دي مش موجوده. هو زي ما بقول لحضرتك اللي احنا وصلنا له ان احنا بنعمل فينيرز بتخانه 0.4 ملم. التخانه دي 4.10 ملي، اقل من نص الشرطه الصغيره اللي على المسطره. دي بتحتاج ان احنا نعمل ايه؟ بنخشن السطح الخارجي للاسنان. حاله زي دي دي حاله مثلا الاسنان فيها مرصوصه الى حد ما، لكن بتعاني من تسوسات وفراغات وحاجات زي كده، تمام، تصبغات في الاول، تصبغات طبعا. بنبدا الاول اشتغلنا على اللثة، لان طبعا الحاله دي فيها نسبه صغيره من الضحكه اللثويه عشان نكبر حجم الاسنان شويه. بعد كده بدانا نعالج التسوسات والحاجات دي كلها، وبعد ما عملنا الكلام ده بدانا نعمل العدسات بتاعتنا، وطبعا اللون والديزاين على حسب شكل البيشنت، ملامح وشه، وظيفته، تمام، لون بشرته، الحاجات دي كلها. سؤال دايما عن العمر الافتراضي للعدسه، يعني في ناس عندها اعتقادات ان العدسه مش هتستحمل كتير. لا بتستحمل طبعا. بص يا دكتور انا مقتنع دايما بحاجه صغيره، إجابة الموضوع ده هو عبارة عن شقين. الشق الأول الدكتور، الشق الثاني المريض نفسه. إزاي؟ الدكتور إنه يقوم يبقى دارس طبعا كويس قوي وعارف هو بيعمل إيه ومتخصص في اللي هو بيعمله، ده رقم واحد. رقم اتنين اللي هو بيعمله يعمله مظبوط،
ما يبقاش فيه مشاكل، العدسات دي تبقى مقفله كويس قوي، اللثه نكون اهتمينا بيها قبل ما نعمل العدسات بتاعتنا. ما هو الاسنان واللثه هم دول القواعد او الاساسات اللي انا ببدا ابني عليهم عمليه التجميل بتاعتي، يعني مش مجرد قشره احنا بنلزقها. لو حضرتك اهتميت كدكتور بالحاجات دي كلها ومشيت بيها بخطوات مظبوطه كده انهيت الشق اللي عليك. طب الشق التاني ايه؟ الشق التاني اللي قلناه بتاع المريض. ايه المطلوب من المريض؟ العنايه بصحه الفم والاسنان بتاعته، اللي هم ايه؟ اللي هو غسيل الاسنان، وفي بعض الاحيان بنحتاج نستخدم ماوثوش، ويا ريت كمان لو نضيف عليها الثقافه اللي للاسف احنا بنفتقرها بنفتقر ليها. هي ايه الثقافه دي؟ ثقافه التشيك اب. والمفروض بره في اوروبا وفي امريكا وفي الكلام ده كله كل 6 شهور المفروض بتعمل زياره للدكتور بتاعك، سواء دكتور اسنان او دكتور باطني، بتعمل مجموعه تحاليل ومجموعه اشعاعات تشيك بيها على نفسك، تطمن على سلامه صحتك، عشان لو عندك مشكله اكيد علاجها هيبقى اسهل واسرع واوفر. طبعا لو هنتكلم على الشق المادي اوفر بكتير من انك تعالجها في مرحله متاخره. ليه؟ هتلحقها قبل ما توصل لتوابع ليها. هي دي الفكره كلها. اللثه كررتها كتير النهارده. ايوه طبعا، كل حاله تقول لي ايه دخلنا على اللثه نظبطها، دخلنا على اللثه عشان ابتسامه لثويه، دخلنا على اللثه فيها طبعاً. ايه اهميه الناس على فكره مهمله اللثه في مصر بشكل كبير. انا شايف ده كويس، ده حقيقي فعلا. هقول لحضرتك حاجه، انا بشوف ان اللثه جزء لا يتجزا من التجميل، تجميل الاسنان. ما هو الكادر بتاعنا عباره عن ايه؟ الكادر بتاعنا هو الجزء ده، مكون من شفايف، اسنان، لثه. لو عملت اسنان حلوه جدا، اسنان حلوه جدا جدا وما فيهاش اي مشاكل وشكلها تحفه، بس مثلا عندنا ضحكه لثويه، اول ما الحاله اللي قدامك او الحد اللي قدامك ده هيضحك حضرتك مش هتشوف الاسنان الجميله اللي احنا عاملينها وتعبانين فيها وبازلين مجهود فيها. لا، حضرتك هتشوف ايه؟ هتشوف اللثه بتاعته الكبيره. حاله زي دي مثلا، دي حاله بنعمل لها تجميل، مش كل التجميل عباره عن فينيرز وكراون، في تجميل تاني عباره عن تقويم. حاله زي دي تقويم، بس للاسف الحاله دي عندها ضحكه لثويه وعندها حاجه اسمها هايبر بلاستيك جينجيفا. هي اصلا عندها ضحكه لثويه، ده رقم واحد. رقم اتنين، بسبب التقويم هي مش بتهتم بصحه سنانها، فحصل عندها حاجه اسمها اوفر جروث للثه، اللثه بتاعتها حصل فيها نمو، نمت زياده عن اللزوم. فلو بصينا في الصوره اللي فوق، لو بصينا في الصوره اللي فوق يا دكتور ايمن، هو اوريدي سنانها مرصوصه وده باين من الصور اللي تحت، يعني التقويم عامل معاها نتيجه كويسه. لكن فوق، هل حضرتك شايف اي حاجه من الاسنان المرصوصه الكويسه دي؟ لا، لسه. لا، احنا شايفين لثه فقط، لثه شكلها مش حلو. عملنا ايه؟ الليزر في اقل من ربع ساعه بدون نقطه بنج واحده بدأنا نشتغل الأول على اللثة بتاعة الفك اللي فوق. تمام؟ بعدين استنينا، والسيشن تول اللي هي الصورة اللي جنبها على اليمين فوق دي، دي بعد ما اشتغلنا في نفس المرحلة، تمام؟ في نفس السيشن، في نفس الزيارة. اللي بعدها كانت الفولو أب بتاعة الفك اللي فوق، وبدأنا كمان نشتغل في الفك اللي تحت اللي هي رقم 4 اللي تحت. الصورة الأخيرة اللي تحت دي، ده الفولو أب بتاع فوق وتحت، ولسه كمان اللثة دي بقت أحسن، واحتمال نشتغل كمان جلسة كمان عليها. تمام؟ اللي أنا أقصد أقوله إيه؟ حتى لو عملت تجميل لأسنانك وعامل تقويم وبترص اسنانك، بس لو اللثه بتاعتنا مش مهتمين بيها ومش مرسومه هي كمان مع الاسنان اللي احنا بنحاول نرصها، النتيجه بالنسبه لنا ايه؟ مفيش اي نوع من انواع التجميل. التكنولوجي بقى ساعدتنا ان احنا نسهل الموضوع على الحالات بتاعتنا وعلى نفسنا وعلى المرضى بتوعنا. زي ما بقول لحضرتك، في نو تايم، مفيش وقت، حاجه بسيطه خالص، وقت قليل جدا، مفيش بنج، مفيش الم، مفيش مشرط، مفيش عمليه جراحيه، مفيش خيط، مفيش الكلام ده كله. ده كله سهل الموضوع علينا. يبقى لازم طبعا نهتم باللثه. التركيبات قيمة مهمة جدا في عالم تجميل الأسنان، وقسم التركيبات تحس ان هو قسم كده زي الزراعة، يقول لك انا الزعيم، الزراعة يقول لك لا ده انا الزعيم. هو مش زعيم، انا بشوف الاثنين بيكملوا بعض. الاثنين كتفهم في كتف بعض وبيكملوا بعض. ما هو الزراعة والتجميل، يعني الزراعة والتركيبات ما ينفعوش واحد لوحده. في حالات تنفع تركيبات، وفي حالات تنفع زراعة، وفي حالات لازم الاثنين مع بعض. تمام؟ وفي حالات الزراعه، هي الزراعه مش بتكمل من غير تركيبات، ده مبدئيا. يعني الزراعه بتاعتنا، عمليه الزراعه بتاعتنا ما بتكملش ابدا من غير تركيبات. تمام؟ مثلا عندنا حاله زي ما قلنا فقد الاسنان فيها عدد كبير قوي من الاسنان، انا مش هقدر اعمل تركيبه ثابته هنا، لان بكل بساطه لو عملت تركيبه مهما بلغت قوتها وما بلغت متانتها، انا بعمل مشكلتين كبار هنا. المشكلتين دول، واحده للتركيبه وواحده للاسنان اللي انا بعمل عليها التركيبه دي. هو ربنا خلق لنا الاسنان دي بعدد معين وبتوزيعه معينه، مش هباء، لا، هو كل سنه من دول تقدر تستحمل لود معين. لما انا مثلا عندي مجموعه اسنان مفقوده كتيره، زي ما احنا سايبين مثلا في الانيميشن ده مجموعه اسنان مفقوده كتيره، ده سنه واحده بس. دي اللي احنا هنتفرج عليه ده دلوقتي، دي سنه واحده بس هي اللي مفقوده. والنوع ده من الزراعه تحديدا اسمه الزراعه الفوريه. اللي هو عندنا جذور او اسنان فيها مشاكل مش هينفع انها تتعالج، بنخلع السنه دي وفي نفس الجلسه بنحط الزرعه بتاعتنا،
وبنعمل يا اما طربوش فاينل يا اما بنعمل حاجه تمبري حاجه مؤقته بتبقى شكلها حلو جدا 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 يقدر المريض بتاعنا يمشي بيها او يتعايش بيها. ده حاجه تانية خالص، دي طريقه علاج نفس المسافه دي بالتركيبات الثابته. تمام، احنا بنحضر سنه جنبها والسنه الناحيه الثانيه ونعوض السنه المفقوده دي بانها متعلقه في التو كراونز دول. تمام. التركيبات الجزء اللي حضرتك شايفه ده، دي مشاكل التركيبات اللي مش معموله مظبوطه. اللي هي ازاي؟ التركيبه بتاعتنا السنان مش متحضره كويس. تمام، فبالتالي تبدا تسرب اكل، تبدا تاكل السنان اللي تحتها وتعمل لنا خراريج زي ما حضرتك شايف، تعمل لنا مشاكل. مع الوقت المشاكل دي كلها ممكن تؤدي لكسر السنان وتؤدي طبعا ان العظم بتاع الفك نفسه يكش زي ما احنا شايفين. الزراعه بتتميز عن التركيبه في الحته دي. لو عندنا الجزء المفقود ده احنا ممكن نحط الزرعيه في العظم المفقود ده، هنستفاد بيه رقم واحد في السن مكان السن المفقوده، رقم واحد هنستفاد ان احنا عوضنا السن المفقوده، رقم اتنين هنستفاد ان احنا حافظنا على العظم في المكان ده بدون ان هو يكش، لان الزرعه لوحدها هي بتحفز عظم ان هو يبني. فهنا التركيبه ممكن تبقى رائعه بس لازم تتعمل صح. ما هو احنا دايما قلنا او في الاول اتكلمنا قلنا كل حاجه عباره عن شقين. الدكتور يعمل الجزء بتاعه والمريض يعمل الجزء بتاعه. تمام. كنا بنتكلم عن الزراعه والتركيبات ان هم حاجتين بيكملوا بعض. تمام. الزراعه مثلا لو عندنا حاله فقد اسنان كامله. تمام، او عندنا اسنان بس الاسنان دي بتتلخلخ، هعوض له ازاي سنانه اللي مفقوده على اسنان بتتلخلخ او على ما فيش اسنان خالص؟ هعوضها له ازاي؟ الحل ساعتها البديل بالنسبه له بيبقى المتحرك اللي انا شخصيا ما بحبوش. لان انا ما بشوفوش هو ده الحل. بالعكس الاذى بتاعه يعني. الطقم الاذى بتاعه اكبر بكتير جدا يا دكتور من ان انت تفضل بدون سنان. لسبب، هو بيريح على اللثه وبيعمل فيها التهابات مستمره، وكمان بيريح العظم اللي بيخليه يكش اسرع. فبيخلي عمليه الزراعه قدام لو فكرنا فيها اصعب كمان. كلمه زراعه حديثه، الترم ده هو يعني يوحي ان في زراعه قديمه. تمام. إيه يعني هو بكل بساطة الزراعة الحديثة والزراعة القديمة، الفرق ما بينهم التكنولوجي اللي دخلت. بكل بساطة كان زمان الزراعة عبارة عن المسمار أو الزرعة المصنوعة من التيتانيوم وبتتحط وبنستنى عليها. كان زمان بنستنى لست شهور عشان خاطر العظم يلتئم عليها. التطور أو التكنولوجي اللي حصل إن إحنا بدأنا نعمل حاجة اسمها سيرفيس تريتمنت، اللي هو معالجة السطح للزرعية دي نفسها. بتختلف فيه طبعا من شركة لشركة تانية، بس هي الفكرة كلها معالجة السطح دي عبارة عن إيه؟ بنعرض الزرعية دي لأشعة جاما، بنغير في الديزاين بتاعها، يبقى فيه فيرتيكال جروف كده في الزرعية، يعني حفرة بطول الزرعة عشان الزرعة دي تقوم بوظيفتين. رقم واحد، وحضرتك بتحط الزرعية دي أو بتربطها، هي بتقطع في العظم ده وبتدخله في الجروف ده. طب ده هستفاد بيه إيه؟ ده كلام بالنسبه للناس اللي بتسمعه ده كلام يخوف، لكن هو بكل بساطه الديزاين ده بيساعد ان الزرعيه دي تلتئم اسرع، لانه العظم اللي هو بيشيله وانت بتحط الزرعيه دي هو بيتكبس على الزرعيه دي نفسها. فبيديك ثبات مبدئي للزرعيه اكتر، وبيديك الفرصه بتاعه الزراعه او التحميل الفوري انك تحط الزرعيه وتحط عليها الكراون. او كمان من الاضافات اللي ضافتها التكنولوجي اللي بقول لحضرتك عليها بتاعه معالجه الصح، بتاعه الديزاينز المختلفه بتاعه الزرعات، ان انت دلوقتي بدل ما كنا بنستنى ست شهور عشان خاطر احط الكراون بتاعي على الزراعية دي، احنا دلوقتي بنتكلم من ثمان اسابيع بتقدر على طول انك تعمل ايه؟ تحط الكراون بتاعك على الزراعية دي، ما تستناش ست شهور زي الاول. الانيميشن اللي قدامنا ده او الفيديو اللي قدامنا ده بيوضح ايه؟ درس اتخلع بقاله فترة طويلة جدا جدا جدا، ما تزرعش مكانه او ما تعملش مكانه حاجة. طب النتيجة بتاعته ايه؟ النتيجة بتاعته ان العظم كشف الحتة دي. زي ما احنا شايفين كده، احنا عايزين نعوض الكلام ده، بنعمل ايه؟ بالنسبه لحاله زي دي عندنا فيرتيكال بون لوس، يعني فقدان للعظم كبير جدا بالافقي، يعني فقدان قصدي عمودي. تمام. بنعوضه ازاي في حاله زي دي؟ دي حاجه اسمها بون بلوك. بناخد جزء من عظم، لو عندنا فقد كبير قوي للعظم بالمنظر ده، بناخد جزء من العظم من الضلوع. تمام، او من عظم الحوض، وبنبدا نحطه نثبته بمسامير، وبعد ما العظم ده يلتئم في خلال من 4 لـ6 شهور نبدا نحط الزرعيه بتاعتنا. تمام. اول الطريقه الثانيه اللي عالجناها زي ما شفنا نوع تاني من العظم، بنعمل زراعه للعظم بس مش بوم بلوك، عظم يبقى شبه الباودر كده بنحطه في الاماكن لو ما عندناش فيرتيكال بلوس، الاماكن دي نعوض بيها الزرعيه، عظم صناعي. تمام. وده دلوقتي كمان او النوع اللي ما بقى نوع تعويض العظم اللي ما بستخدمش فيه البوم بلوك او قطعه العظم اللي بحتاجها من الحاله نفسها، بقدر ان انا احط زرعيه في المكان ده واكمل عليها عظم، وكمان الكلام ده اسيبه زي ما بقول لحضرتك 6 لـ8 أسابيع ونقدر نحملها على الزراعية. حالة زي دي، دي كل الفم كانت دي سيدة. تمام. ست، القصة كلها ان هي عندها مشكلة صغيرة خالص، هي مريضة سكر وللأسف مهملة فيه. فجت لنا وبدأت تتكلم معانا ان هي عندها مشاكل بقالها يمكن اكتر من 5 سنين او 6 سنين بتعاني من ايه.
بتعاني من مشاكل في معدتها، لحد ما راحت لدكتور وقال لها لا انا شايف ان انت مش هتتعالجي، انت بقالك 5 سنين بتتعالجي. طب انت مشكلتك ايه؟ نبدا ندور على المشكله من جذورها. انت ما بتطبخيش الاكل، فبالتالي عندها عسر عظم وعندها مشاكل في معدتها وعندها 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 وعندها. فبدات تلجا ساعتها انا عايز احل مشاكلي. طبعا الحل الاولاني اللي هو الاسهل واللي المريض بيختاره في الاسهل او اللي الدكتور بيقترحه عليه طبعا الطقم. مشيت بالطقم بتاعها ما كملتش يمكن 3 اسابيع وجت بتشتكي من التهابات رهيبه في اللثه. بدانا نعالج اللثه بتاعتنا دي، طبعا في الاول بنعمل لها اشعه مقطعيه. الاشعه المقطعيه دي هي اللي بتخليني امسك عظم الفك ده كانه في ايدي واشوف ابعاد العظم ارتفاع وعرضه، لان على اساسه بحدد احنا هنحتاج كام زرعه نحطها. احنا الفك الواحد بنعوضه من 6 ل 8 زرعات، مع ان الفك الواحد فيه 16 سنه وضرس، بس بنقدر نعوض ال 16 سنه وضرس دولت بايه؟ ب 6 ل 8 زرعات، تمام؟ بتوزيع هندسي معين، بنوزع اماكن الزرعات دي بطريقه. الحاله دي حطينا فيها 6 زرعات فوق و 6 زرعات تحت، وبعد ما حطينا الزرعات دي حطينا التركيبات بتاعتها اللي تحت. طب الحاله دي خدت قد ايه؟ كان عندها زي ما بقول لحضرتك فقد في العظم كبير، فاحتاجنا ان احنا نحط الزرعات بتاعتنا واستنينا عليها شويه. استنينا عليها قد ايه؟ 6 اسابيع. بعد ال6 اسابيع جينا وعملنا التركيبات بتاعتنا بالمنظر ده. بالمناسبه الصوره اللي تحت على اليمين دي من الصور اللي بحبها جدا، لان انا بحب الانطباع الاول للبيشنت للعيان بتاعي اول ما يشوف اول ما يشوف نفسه في المرايه. دي كانت صورتها اول ما شافت نفسها في المرايه، ضحكه طبيعيه جدا، هي فرحت جدا بسنان. طبعا غير من شكلها ومن ملامحها ومن ابعاد الوش نفسه. ده يوريني السكر ما يمنعش الصراحة. ما يمنعش طبعا. طبعا طبعا دي برضو حاله فيها برضو احنا عندنا اللي موجود هم السنتين اللي فوق على الشمال دول، كام سنه؟ سنتين او 3 فوق على الشمال، ومعمول عليهم تركيبات كمان سيئه. بدانا ان احنا نعالج فيها ونزرع، نحط الزرعات بتاعتنا. بس الحاله دي كانت زراعه فوريه. يعني ايه زراعه فوريه؟ وتحميل فوري. حطينا الزرعات بتاعنا، كان عندنا حجم عظم هنا يسمح بان احنا نعمل كده. عندنا ابعاد عظم كويسه وجوده كثافه كويسه. سنه كام ده؟ درجه الكبير شويه ده كان عنده 62 سنه. مش كبير، سن صغير. مش 62 حلو. يعني بس يعني فقد السنين في السن ده مش بالحجم ده معناه انه الموضوع بدأ من فتره طويله. طبعا بدأ من فتره طويله. ما هو القصه دي جت بعد ما برضه فشل موضوع المتحرك. هو المتحرك ما حدش بيرتاح فيه. ما حدش بيرتاح فيه. ما بيقدرش يكمل سنه واحده بالمتحرك، مزعج جدا طبعا. وبيبدا يفقد السنان. يعني لو عندنا مثلا سنتين زي كده، هو كان عنده سنتين بالمناسبه فوق، بس كان عامل فيهم المشابك بتاعه المتحرك. بكل بساطه المتحرك ومع كل عضه او مع الكلام او مع المضغ او مع الحاجات دي كلها، المشابك دي كانها بتخلع السنه. شهر 2 3 4 5 السنه دي خلاص انتهت وضاعت. فبالتالي لقى نفسه ان هو بيفقد اسنانه سيريال واحده. والراجل مستمتع جدا، اسنان جميله مزروعه طبيعي شبه طبيعي. قدر ياكل، قدر يقابل الناس، قدر يتعامل، قدر يعني. السنان دي او الحاله دي عملناها، انا متذكر جدا الحاله دي لانه كان عملها قبل فرح ابنه. هو بقى الفرح بيتحرك. فهو كان مهتم قوي يخلص القصه دي. دي من الحاجات اللي لازم نهتم بيها جدا يا دكتور ايمن. ظروف المريض بتاعنا ايه؟ وديت حجم العظم سمح لنا ان احنا نعمل الزراعه الفوريه. دي برضو من الحالات الكويسه قوي. دي حاله ثانيه من الزراعه برضو. كلهم فك كامل. فك كامل. الفك كامل. ما هو دي الحالات اللي بيبان فيها الفرق الكبير جدا 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 ما بين وجود زرعات. يا دكتور ايمن، الفقد الاسنان مش بيأثر بس على المعده او على الاكل زي ما ذكرنا، لا، دي حاله برضو فك كامل فوق وتحت، وزي ما حضرتك شايف الفرق ما بين فوق وتحت. العظم الانسان او الوش، العظم ده هو الشاسيه اللي بتشد عليه العضلات بتاعه الوش ويديك المنظر. كل ما فقد الاسنان ده يبقى موجود، كل ما الكرمشه وعمليات يعني التقدم في السن علاماته تبقى موجوده وظاهره اكتر. الاسنان هي بتبدا تشد عضلات الوش دي تاني، وتبدا ترجع البني ادم 10 سنين لورا، تصغره 10 سنين لورا. ده بالنسبه للشق التجميلي بتاعه. دي برده حاله حلوه جدا جدا جدا. دي حاله 12 زرعيه، 6 زرعات فوق و6 زرعات تحت بالتركيبات بتاعتهم. بس دي كانت حاله متاخره شويه، يعني اخرنا التحميل عليها شويه، لان زي ما قلنا برضو احنا اللي بيتحكم في موضوع تحميل على الزرعات او التركيبات بتاعتنا على الزرعات وضع العظم بتاعنا. بنعمل اشعه مقطعيه، نعمل دراسه جامده قوي 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 للحاله دي، ونبقى فاهمين بالظبط احنا هنعمل ايه. بعد كده اقدر احدد للحاله بتاعتي دي احنا هنقدر نزرع في قد ايه وهنحمل في قد ايه. الحاله دي هو كان عنده اسنان بس هي عباره عن جذور، جذوره طبعا عامله مشاكل كتير. دي الحاله دي استخدمنا برضو معاها الزراعه، بقينا نخلع الجذور دي وعملنا زراعه فوريه، لكن اخرنا التحميل بتاعها برضو شويه، لان الاسنان اللي كانت محجوده دي او الجذور دي كانت عامله خراريج واكياس دهنيه، فاحتاجنا ان احنا نزرع عظم
واحتاجنا ان احنا نستنى شويه عشان العظم والزرعه تلتئم العظم بتاعه عليها. وطبعا في الفتره دي بنعمل حاجات مؤقته بيبقى شكلها حلو جدا، تركيبات مؤقته شكلها حلو جدا، يقدر يتكلم وياكل ويتعايش بيها جدا 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 لحد ما في الاخر بنوصل للشكل الجميل ده. لو شفنا حاله التركيبات عشان برضو نقارن بين التركيبات والزراعه، لانه مش مقارنه، هي التركيبات بتكمل الزراعه لما بتحط عليه، لكن لو الحاله تركيبات اساسا من الاول تمام. طبعا برضو الاساليب الحديثه بتخدمك في التركيبات زي ما خدمتك في الزراعه. اكيد مليون في الميه. التركيبات الحديثه دلوقتي حاله زي كده، الحاله دي اولا هي ما ينفعهاش قشره لسبب صغير، عندنا مسافات كبيره وعندنا فقد في اسنان كتير. يعني هي الحاله دي مثلا هي حاله هي مولوده بفقد الاسنان دي، هي ما فقدتش اسنانها، هي مولوده بشكل الاسنان ده بالظبط، الاسنان ناقصه عندها. طب نعمل ايه؟ بكل بساطه بناخد حاجه مقاس مبدئي، ده بنعمل بيه ايه؟ ده حاجه اسمها ستادي كوست، احنا بنعمل عليه دراسه، يبقى عندنا شكل الاسنان ده كبس، احنا بنقعد نعمل عليه دراسه، وبعدين بندخل الصور دي كمان على سوفت وير جديد اللي هو دي اس دي ديجيتال سمايل ديزاين، بنبدا نرسم شكل الاسنان هيبقى عامل ازاي قبل ما نعملها. وبعد ده كله بنبدا نحضر الاسنان بتاعتنا بالطرق اللي احنا قلنا عليها وبالقواعد اللي اتكلمنا فيها، وبعد ده نركب الاسنان بتاعتنا دي. حضرتك طبعا شايف الفرق الكبير اللي ما بين فوق وتحت من مجموعه اسنان صغيره شكلها يعني غريب شويه بالظبط لاسنان مرصوصه وشكلها جميل. ودي تركيبات، دي تركيبات كراونز كلها. ما هو الميزه يعني الحاله دي مثلا كانت زيركون اللي هو النوع اللي بكلم حضرتك عنه اللي هي الزيركون الاف اكس المالتي لاير، ده النوع الجديد. حاله مثلا زي دي، الحاله دي عنده دايستما اللي هو الفلجه اللي ما بين الاسنان بس عنده كبيره قوي، دي ما ينفعش ابدا اعوضها بقشره، مع ان هي في بعض الاحيان بينفع نعوضها بقشره، بس في الحاله دي لا، القشره طبعا مش هتستحمل، عوضناها بتركيبات. والكراونز دي اي ماكس شايف حضرتك، واشتغلنا على الاسنان الاماميه الاربعه ليه؟ عشان بكل بساطه لو اشتغلنا على الاثنين اللي قدام دول بس هينتج عندنا سنان عريضه وشكلها غريب، احنا عايزين نعمل تجميل. فبدانا ان احنا نكبر السنان اللي جنبهم دي شويه ودي شويه، طبعا ببروبورشنز بمعايير معينه او مقاييس معينه مش هباء، نكبر الاسنان دي شويه على اساسها نكبر الاسنان اللي جنبها شويه. هي ديزاين واجهزه وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل ايه وفريق عمل بيساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله. لو عندنا الـ 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 الخلطه دي كلها مع بعض عمليه تجميل ناجحه جدا طبعا. اسعدتني بهذه النزهه الجميله في عالم طب الاسنان. انا اللي دايما سعيد مع حضرتك. لا لا بجد يعني من ناحيه الـ 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 بس استفدنا حاجه واحنا بنشوف كده سواء القشور او التركيبات او الزراعه، انه التكنولوجيا مهمه جدا، دراسه الماتيريال مهمه قوي، التحديث اللي بيحصل في الماتيريال مهم جدا، حرفيه الدكتور، الحرفيه والرسم وازاي الخيال. يعني انت يعني في طب الاسنان دلوقتي قيمه الخيال، خيال مش الخيال العلمي، يعني الخيال ان انا اتخيل المفروض يتم في اسنانك ايه، خصوصا مثلا في الحالات الاخيره ما انت عايز توازن في فلجه تعدي يعني هواء طلق هنا في الحته انت ازاي هتوسع السنتين. وبعدين حكايه الفلجه دي مش حلوه، يعني برضو الواحد يقول لك ايه، لا انا محتفظ بيها يا عم دي، لا مش حلوه، لا اصلها بتميزني، مش حلوه، اصلها بتجيب لي الرزق. يا سلام في الفلجه بتجيب لك الرزق، يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك، يعني مش حلوه. طب نورتني دكتور كريم حضرتك كده، الفلجه مش حلوه خلاص. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مدحت كان مبدعا في الدكتور، خليكم مع الدكتور. الإحصائيات بتقول إن 80% من البشر بيعانوا من ألام الظهر ولو بدرجات متفاوتة في فترة ما من حياتهم. موقع لوبوان الفرنسي قدم عدد من النصائح للمصابين بالانزلاق الغضروفي للتخفيف من حدة الألم وعدم تفاقم حالتهم، أهمها عدم حمل الأشياء الثقيلة وتجنب الانحناء إلى الأمام لالتقاط شيء من الأرض، وعدم قيادة السيارة لفترة طويلة، وتجنب الجلوس والاستلقاء على الفراش لأوقات طويلة خصوصاً المقاعد المبطنة تبطين عميق، وتجنب الحركة والدوران المفاجئ، وعدم ممارسة التدريبات الرياضية اللي بتتطلب الالتواء زي التنس وكرة القدم، وطبعاً تمتنع الألعاب العنيفة، وارتداء حزام عريض لحفظ فقرات الظهر وتدعمها، وارتداء أحذية مبطنة ومريحة للسير للتخفيف من الضغط على الفقرات، وأولاً وأخيراً مراجعة الطبيب المختص مع أي ألم أو شعور غير طبيعي في الظهر. آخر كلمة في التقرير مراجعة الطبيب المختص، ودي بقى الحاجة اللي احنا
بنيين فكره الثقافه الطبيه عليها، ان احنا نرجع للطبيب المختص، ان احنا ندور على الاختصاص، ان احنا نروح للدكاتره فعلا والدكاتره المتخصصين في الحته دي مش اي حد. في عالم التعامل مع مشكلات الظهر والالام مجال دجلي كبير جدا، ودجل يعني ملوش نهايه، كبير ضخم جدا ومتنوع. يعني لما نيجي نبص كده، ده واحد بيعالج مشاكل الظهر محترفين، اذا كان ده جهاز اساسا. انا ما شفتش جهاز، انا بلعب جيم وبلعب على اجهزه رياضيه بقالي 50 سنه، عمري ما شفت جهاز بالشكل ده، ان انا الواحد دماغه راسه تحته، ده في منتهى الخطوره ده، لان بيواجه الدم ناحيه بالجرافتي ناحيه المخ، والمخ اوعيته الدمويه ضعيفه. فده نصب، ده غير بقى ده نصب جديد غير بتاع العصايه. في نصب ثالث طلع جديد، كريمات ومراهم للانزلاق الغضروفي، وتلاقي ناس قاعدين على ترابيزه شبه دي ولابسين لبس شبه لبسنا، اللي هو يعني بلط ابيض. ما هو احنا بقينا اي حد عايز ينصب يروح مقلد حاجه نصيبه سودا، حاجه نصيبه سودا طبعا. ان انا بقعد افتح كده الاقي الخلفيه الزرقاء اللي هي بتاعه البرنامج اللي احنا، والبلط الابيض والترابيزه المدوره والكلام. طب ماشي، طب ما تقولوا كلام علمي، طالما انتوا قلدتونا في كل حاجه ما تتكلم كلام علمي يا سيدي على دماغي وعلى راسي. مش دكتور مش مشكله، قول بس قول كلام علمي، اسال اسئله عاديه، مش تروج لانه في كريم بيعالج الانزلاق الغضروفي. وعشان التمثيليه تكمل، يجي اتصالات تليفونيه من ناس ماجوره يقول لك احنا مبسوطين وبتاع، واضح جدا ان ده واخد 20 جنيه ولا 100 جنيه عشان يتصل تليفونيا. انزلاق غضروفي، واللي بيشرح الانزلاق الغضروفي مش فاهم ايه هو الانزلاق الغضروفي، انه مش دكتور اساسا، مش دكتور بشري، ممكن يكون حاجه تانية خالص، لانه واضح من لغته انه مش متقن، مش عارف يقول ديسك برولابس، مش عارف ينطق الانجليزي، مش عارف يشرح ايه هو الديسك اساسا، مش عارف يشرح تكوينه، انيولاس فيبروزس ونيوكلاس بالبوزا، مش عارف يقول التكوين بتاع الديسك، يقوله غلط. طبعا الدكاتره اللي عارفين، ناس البسطاء، بيتقال لهم ان الكلام ده مريح جدا وهيريحنا من عمليه اذا كنت محتاجينها، هيحطوا الكريم. وللاسف السنين بتمر، وللاسف القصه بتوصل الى مرحله ماساويه قد يكون الثمن فيها غالي. ضيف النهارده قمه علميه كبيره، واعتقد انه عنده الكثير لكي يشرحه لنا بالتفصيل اكثر واكثر، واعتقد انه المشاكل دي بيشوفها بقى بشكل اكثر تكبيرا وعمقا. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد صديق. ازاي يميز ان هذا الالم ليس الم عضلات؟ الم بدا يسمع في ايديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، الحق ده غضروف. اكتر من 80% من غضاريف رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي اصل لسه حاصله النهارده. القضيه الكبيره انا لازم اتشخص عشان اعرف اتعالج. في ناس تبدا شكوتهم الاولى ان بيجي لهم رعشه في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجة لها ثمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وانت صغير هتدفع ثمنه وانت كبير. احنا ما ننتظرش ان المعجزات بتتحقق على الارض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 الى 90% من مشاكل الغضاريف في اولها بتيجي بالعلاج. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. ضيف العزيز، يعني الصديق العزيز والأستاذ القدير الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، منورنا في الدكتور. أنا بك دكتور أيمن، زي حضرتك. يعني الحقيقة احنا عايزين نروح لمنطقة مهمة النهاردة في حوارنا، هي الانزلاق الغضروفي القطعي، وده أعتقد أنه مشكلة المشاكل في كل بيت في مصر. ظهري بيوجعني، ظهري بيطقطق، ظهري في مشكلة، شلت تقيل،
طبعا الشيل التقيل والتهور فهاف قدام الاسباب وماهيه هذا الديسك برولابس. عشان بمناسبه اللي بيتكلموا على الكلمات واحد طالع بلابس بلطو والله العظيم قعدت اتفرجت 3 دقايق بالظبط لقيته مش عارف يشرح ايه هو الديسك اساسا وبيقول بطريقه يعني اللي هو ايه يعني ناس طيبين مش مقتنع ان ممكن دكاتره تتفرج عليه وتشوفه في الشارع يعني تغزه وتعمل له ايه يا كارثه. ما هو من ضمن كوارثنا ان 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 الحقائق ما عادتش ترى واللي بيتشاف هو دايما الحاجات المزيفه والناس بتصدقها للاسف يعني ده يعني حتى في الحديث يقول لك سياتي زمن ان هو يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب المخادع بقى ده هو ده الزمن. ما هي دي الكارثه بقى بتاعت وفي ناس مستفيده من هذا الكلام. اصل دايما لما بتشوف حاجه شوف مين اللي وراها يعني من مستفيد. الناس بتستفيد بارقام فلكيه جدا وبيعتمد على طيبه الناس وانتشار المرض. طيب هو ايه كلمه وجع في الظهر؟ هو في حد على سطح الكره الارضيه سواء في الدول المتقدمه او غير متقدمه ما مرش بألم في ظهره؟ كل الناس 100% من البشر على سطح الأرض بيعانوا من ألام في العمود الفقري أو في الظهر سواء في الظهر أو في الرقبة مرة في حياتهم على الأقل. علميا مفيش حد نجا من هذا الألم. فالناس عندها ألم. فلما تلاقي الزباين بتوعكم 100% وتقدم لهم الوصفة السحرية الكريم اللي هو الكلام ده كان زمان لما يتعمل في الاوتوبيسات في رمسيس وبتاع كانت ناس بتضحك عليهم وصفه ام عباس وصف مش عارف كانت بتيجي في الافلام بتاعه زمان اللي بيضيع البرد والكحه والانفلونزا والشلل والروماتيزم والجلطه بقى موجود بس بقى له ناس زي ما حضرتك بتقول كده بيلبس لبس زي حضرتك ومعاه واحد بيتكلم زي دكتور برضه. هي دي للاسف الشديد. ارجوكم ما تشتروش حاجه من التلفزيون، ارجوكم ما تشتروش اي كريمات من التلفزيون، اي دواء من التلفزيون، اي حاجه عنوانها اتصل وهنبعت لك المنتج لغايه عندك. كل ده مخالف وكل ده مفيش فيه تصريحات منه. لو وزاره الصحه بتدي تصريحات بيهم وبيخدعوا الناس وبيطلعوا ورقه معمولها على الكمبيوتر وزارة الصحة ما بتديش اي تصريح لحاجه تصدر من التلفزيون. هو بيعتمد على دول بقى يقول لك بص ضيعهم. وفي ناس يقول لك انا خفيت. ما انت كنت هتخف من غير ده. اي منتج كريم من اللي بيتباع في الصيدليه الحقيقي دواء هيريحك اكتر من ده بكتير جدا. وانبوبه ب 3 جنيه و5 جنيه و10 جنيه كلام فاضي جدا. لكن ده سمعت فيه ارقام 200 و500 جنيه و300 جنيه و700 جنيه ارقام فلكيه حقيقي. الحقيقه وراء هذا الموضوع ان العمود الفقري مشاكله كتير وبالتالي فكل الناس عندهم هذه المشاكل لحد الاطفال. الطفل اللي شايل شنطه وبيجري رايح بيها المدرسه او بيقعد في الباص او الاتوبيس او بيركب مواصلات عامه او بيركب الميكروباص او بيركب التوك توك ما هو ده عنده مشاكل في العمود الفقري. الناس اللي بتشتغل والرجاله والستات يعني احنا بنتكلم عارف احصائيا يا دكتور ايمن نسبه حدوث امراض العمود الفقري ما بين الرجاله والستات قد ايه؟ الستات 60% 40% رجالة. يعني الستات حدوث مشاكل العمود الفقري والانزلاق الغضروفي وهشاشة العظام وتزحزح الفقرات أعلى بكتير جدا من الرجالة. الناس ما تستقلش شغلهم بتشتغل في البيت وبتشتغل وبتخلف عيال والعظم بتاعها بيضعف بينقص الكالسيوم بينقص البوتاسيوم بينقص فيتامين د بتنقص الكتلة البروتينية بتاعت العضلة والعظم بيدخلوا في الهشاشة. وكان زمان الهرمونات كانت بتحمي دلوقتي نتيجه للتلوث الكيماوي والجوي والغلاف والكلام ده كله بدات الهرمونات ما تحميش قوي فالهشاشه بقى بنشوفها في سن صغير وضعف العمود الفقري. السمنه زادت ليه؟ الاكل الغير صحي بقى كتير عشان كده بنسمع دكاتره سمنه كتيره جدا. وكان الاول اللي بيعمل دايت اسبوعين بيخس دلوقتي لا ده لازم عمليه وعمليه كبيره علشان ندخل نخف مشكله السمنه. وصلنا لهذا الكلام. طيب مشاكل الانزلاق الغضروفي بقى في الظهر بتيجي نتيجه ليه؟ وزن زياده، مجهود زياده، قعده غلط، شيله غلط، توطيه غلط. لما المجله الفرنسيه بتقول لك ان 80% من الناس ممكن يجي لها غضاريف، ده كلام حقيقي. بس مش كل اللي بيجي لهم غضاريف بيحتاج عمليات. هنا الوقايه بقى ان انا اخد بالي من قعدتي، من الشيله، من التمارين، من الرياضه، من الاكل والشرب. الكلام ده مهم جدا لان انا يهمني ان العمود الفقري ربنا خلقه متكامل وجميل جدا. العمود عباره عن فقرات بتختلف. الرقبه فيها 7 فقرات، المنطقه الصدريه فيها 12 فقر، المنطقه القطنيه فيها 5 فقرات، العجزيه والحوض من تحت كده 10 فقرات لازقين في بعض اللي هي مديين منطقه العجزيه والعصعصيه اللي هي سكر. الغضروف ما بين الفقرات والغضروف ده تكوينه فريد سبحان الله. شايف عامل كانه سوسته، عامل زي الجيلي.
هو بدوس عليه ويرجع ياخد الشكل الطبيعي بتاعه تاني، يسمح بالانحناء والحركة أمامي وخلفي وجانبي. الغضروف ما بين جسم الفقرة وجسم الفقرة اللي تحتيها. في المنطقة القطنية الغضروف دايما وراه من الخلف، أو هو بيحمي العصب دي اللي باين بالطول ده اللي لونه أصفر ده، ده الكتلة العصبية أو الضفيرة العصبية. والضفيرة العصبية دي بتبقى مجمعة، يعني مجموعة من الأعصاب ماشية في حزمة أعصاب، ويبدأ كل شوية يطلع منها عصب بيغذي منطقة من فوق، من أول الرقبة يغذي الرقبة بالكتاف بالأصابع والحركة بتاعت الدين، ثم منطقة الصدر والقلب، ثم منطقة الحوض والكلى والبطن، ثم منطقة الرجلين من تحت. كل العصب بينقسم إلى عصب للإحساس وعصب للحركة. عصب بيحس بالألم، يحس بالتنميل، بالخدلان، بالكهرباء، بالسخن، بالبارد، وعصب تاني اللي هو بيدي الأوردر بتاع نتحرك أو ما نتحركش، نتني إيدينا، نتر رجلينا، نقعد نقف، الكلام ده كله. العصب تكوينه أن فيه دورة دموية جوه العصب نفسه، شريان صغير جدا. لو العصب ده انضغط لفترة الدم بيقل في العصب، يعني الشريان يقفل، اسكيميا، يعمل اسكيميا. الاسكيميا دي او قصور الدوره الدمويه في العصب نفسه اللي تؤدي الى تلف في العصب نفسه، يبدا العصب يتلف، يتحلل، يتاكل. طب لو صلحنا ده العصب بيرجع تاني، او بيرجع، وده اللي بنشوفه في الناس اللي عندهم انزلاق غضروفي. واحد عنده غضروف وصل لمرحله ان عنده تنميل وخدلان في رجليه، اللي هو ما يطلق عليه عرق النساء او ريح الانس او التهاب العصب الوركي، كل دي مسميات شعبيه كده للانزلاق الغضروفي. بيجي لنا عنده مشاكل جامدة جدا، عمل عملية ويقول لك بعد العملية ما حسيتش براحة، تعالى بعد 6 شهور بعد سنة اتحسن جدا. هو الفترة دي هي الفترة اللي كان الجسم بيصلح نفسه. احنا شلنا كل اللي عملناه في العملية ايه؟ زي بالظبط لو جه واحد الباب بتاع العربية او باب الشقة قفل على صابعه، مزنوق جامد جدا، في ألم رهيب جدا، ممكن اديله مخدر ومسكن هيضيع الألم شوية، بس انا ما حلتش المشكلة. المشكلة لازم تفتح الباب، افتح الباب وابدأ عالج الصابع المكسور او اللي متعور ده. ده اللي بنعمله في العملية. لما يبقى عندي انزلاق غضروفي كبير من الدرجة التانية او التالتة، ومعاه انزلاق فقاري او ضيق في القناة العصبية، لازم نعمل عملية. ما مش اي حد هنعمل له عملية، بس لها شروط. طيب لو واحد عنده غضروف وقعد معاه سنين وبدأ النهاردة ما عادش يحس برجله، ويجي له قرح في رجله، او جرح في رجله ما بيلمش، او عنده مضاعفات زي السكر واخدار حرك، او مشاكل في الكلى، انت قاعد بتديله وعايش على مسكنات، وهيدخل في مصيبه. هيجيله فشل كلوي، ويجيله مشاكل جامده جدا، والعصب هيقف بعد شويه. طيب مريض عنده الام وبدات رجليه يحصل فيها سقوط في القدم، او الشبشب بيتخلع منه، او ما بيحسش بكعب رجله او بمشط رجله، وكل شويه كعبل في السجاده وبيكعبل في السلم، ما دي الاعراض بتاعته. ده يبقى تعالى بسرعه نلحق العصب. او لو بدا البول يسبق، يعني وخاصة في السيدات البول بدأ يسبق، ده مستني بس ادخل الحمام يفضى بعد دقيقة، ده انا مش قادر، فجأة حصل حالة من الغرق، البلل شديد، واخد بال حضرتك؟ كل دي اعراض يقولك لا انت محتاج عملية. العملية بتختلف، عندنا انواع كتيرة جدا من العمليات، مش كلها زي بعضها. تتوقف على مين؟ على حاجتين، هو احنا بقالنا قد ايه تعبانين، ووضع العمود الفقري الوقت النهاردة بقى ايه. كلمة استئصال، كلمة هتاخد معانا 3 أسئلة. تمام. استئصال بالمنظار، ما معنى؟ استئصال بالمنظار دي حاجة جميلة جدا، واحنا يعني كدكاترة عمود فقري بنبقى حابينها قوي. كلمة ان انا استأصل بالمنظار، يعني في حاجة قابلة ان انا اشيلها، والمنظار دي هي اداة، يعني المنظار زي المنظار بيعمل مرارة، زي المنظار اللي بنستخدمه، مش المنظار الضوئي اللي هو بتاع المعدة اللي بيشخص قرحة المعدة. لا، ده بيبقى منظار بنسميه ريجد، ناشف شوية، له أنبوبة كده، أنبوب من الحديد خارجي، الغشاء الخارجي، وبنقدر ندخل بآلات داخلية جواها زي ده كده، أنبوبة سليف، ونقدر الأول ندخل بمقاسات صغيرة جدا، ونبدأ نكبر، نوسع بالتدريج كده. كان في الأصغر، بندخل على الحاجة في الأول عاملة زي الإبرة كده، ونبدأ نكبر المقاسات لحد ما أوصل لرقم معين، 14 16 24 على حسب اللي أنا هشيله من جوه. ومن هنا بدخل بآلات بقى جوه، شايف الأنبوب ده، بدخل من جوه، ده زي الدريل كده، ده أنا هنا محتاج في العيان ده بالذات أشيل جزء من العظم، أنا ما بشيلش العظم كله، بس أنا عايز أوسع عشان أدخل بآلاتي، فبدخل بحاجة زي الدريل بونطة طويلة، ابدا اشيل الجزء اللي اتشال من العظم ده. خلاص انا ده الجزء الاولاني، الجزء اللي هو قبل ما بوصل للعصب.
لما بعمل كده انا معايا كاميرا جوه ببقى شايف المنظر اللي قدامي ده كله. الغضروف اهون وضغط على العصب اللي هو لونه بقى احمر ده. العصب لونه بقى احمر زي ما كنت بقول لحضرتك لان حصل فيه اختناق في الدوره الدمويه، ما عادش في دم بيجري جواه والدم اتحبس جواه، فبدا الاول بيحمر وبعد كده يزرق بعد كده يحصل فيه الضمور. الغضروف لما خرج انا هنا بالمنظار اقدر اشيله. طب علشان تقدر تشيل بمنظار زي كده يبقى اذا الغضروف ده هون قابل ان انا اشيله، ما تكلسي يعني، ما ينفعش اعمل ده في غضروف قديم جدا بقاله 10 سنين وبقى كتله صخر ما يتشالش، لان لو جيت اشيله بالطريقه دي هعور بيه العصب ده بقى ساعتها هدخل جراحه ميكروسكوبيه وافتح والرؤيه تبقى افضل. استئصال بالميكروسكوب الجراحي هنا بيبقى افضل. يعني هو الناس ساعات بيبقى تهيئ لها ان انا بحط لها الحاجات قدامها الحلول واقول لهم اختاروا. مش انت اللي هتختار، انا اللي بختار ايه اللي ينفع. وساعات كتيره جدا الاختيار الاول ما ينفعكش، يعني حكايه المنظار او ليزر او كلام من ده ما ينفعكش لان الغضروف هنا حالته مختلف. غضروف متكلس او فقره منقوله من مكانها متزحزحه وده هنشوفه. فقره اتحركت، طب الفقره دي انا محتاج ارجعها واعمل لها حاجه اسمها تثبيت فقرات. طب التثبيت الفقرات ده ما يتمش بقى من خلال المنظار، لا ده بيتم بحاجه بنسميها جراحه ميكروسكوبيه ونفتح ونشوف الفتحه صح. ممكن ما يبقاش كبير يبقى صغير، انا بحتاج للفقره من 2 ل 2.5 سنتي لو بعمل فقرتين محتاج 5 سنتي. طب ساعات بيجي لنا 5 فقرات يبقى انت محتاج 10 ل 12 سنتي. بتتوقف على المرحله اللي انا فيها. هنا فتحنا ده جراحه ميكروسكوبيه، شايفين الصوره مكبره، الميكروسكوب بيكبر الصورة معانا لحد 250 مرة أقدر أشوف. في حاجة اللي بندخل اللي في إيدينا دي حاجة بنسميها زي إيه، زي بنسميه هوك أو معلقة كحت كده، دي أقدر بزق بيها العصب وأدخل بالآلة بتاعتي اللي عاملة زي الإيه الملقاط دي، ده بنسميه بنش بيمسك او جفت كده ملقاط كده كبير. هو له اشكال له اشكال، ايش يطلع لفوق واللي تحت واللي بالجنب واللي له سنان واللي ملوش سنان، اقدر ادخل اشيل. انا شلت الجزء اللي خارج بره الجزء الزياده ده. بس النهارده في الـ في الـ في الجراحات بتاعتنا لما بنعمل احصائيات بنشول، ما هي النتائج بعد 5 سنين بعد سنه وبعد 5 سنين بعد 10 سنين؟ لقوا ان الناس اللي استأصل جزء بسيط جدا الغضروف الحته اللي تحت العصب بيرتد الغضروف لهم تاني. يعني بعد سنه ممكن يرد بنسبه من 20-30%، بعد 5 سنين 60% منهم بيرجع لهم الغضروف. فبقى في فكر جديد النهارده في الجراحه، مش ان انا مجرد ان انا ادخل واشيل الغضروف بهذا الشكل، لا ده احنا ممكن ندخل ونشيل الغضروف ونفضيه، بنفض منه حوالي 80% منه، ما نقدرش نشيل 100% استحاله. في جزء من الغضروف ما بينفعش نشيله لانه بيبقى لازق على الجدار نفسه، ولو شيلناه بنقطع في الجدار اللي هو ماسك الفقرات ببعضها، فده بنسيبه وعارفين انه مش هيخرج تاني. لكن هو ايه اللي عمل الغضروف وانفجر؟ ما كانت الفقره ضعيفه. نبدا نعوض الضعف ده ان احنا نركب بدائل غضروفيه او ما يسمى الدعامات الحديثه. الدعامات دي ببساطه جدا تثبيت حركي، يعني هي كانت فكره الشرايح والمسامير زي تثبيت حركي، ما هو تثبيت بالزبط. بس مع حركه، هو تثبيت واللي اضاف في حركة. العلم له بقى انه بقى متحرك. يعني ايه؟ اقدر اوطي، اقدر اقعد على الارض امارس رياضه. طب ما في ناس عاملهم العمليات دي بروفيشنال في العاب قوه والعاب كوره وبيلعبوا بيمارسوا الرياضه حقيقيا، يعني بيعيشوها وما فيش اعاقه عندهم ولا في مشكله. الراجل اللي بيشتغل وعنده مكتب وبيسوق عربيه وطالع نازل ده، ما مش هينفع انك تشيل الغضروف وتقول له ريح في البيت، ده عايز يشتغل. النهارده جمعيه جراحه الاعصاب الامريكيه بالذات قالوا حاجه مهمه جدا، قال لك النهارده ما عادش ينفع تشيل الغضروف وتسيب الظهر كده خلاص، ده في عندهم بيجرم. الكلام ده في المانيا نفس الكلام النهارده، الا لو الغضروف صغير جدا وفي المراحل اللي ممكن يتعالج في المراحل الاولى فقط. لكن لو صاحبه عدم ثبات في الفقرات او ضعف في الفقرات او الاربطه، يبقى ساعتها لازم نعمل حاجه اسمها تثبيت فقرات. يعني في مرض اسمه ضيق القناه العصبيه. ضيق القناه العصبيه يعني بطبيعه الخلقه ربنا كده ان العظم ضيق، والعظم لما بيضيق بيترسب عليه من جوه ترسبات بحاجه زي الايه الاربطه كده بنسميها الليجامنتس، تتخن وتضيق، عارف زي الاستيك بتاع الشراب كده لما بيبقى ضيق يخنق العصب جامد جدا. فغصب عني لازم افتح، والفتح هنا جراحه ميكروسكوبيه، وهشيل عظم ووسع القناه العصبيه زي هنا كده. ما ينفعش اسيبها كده، لا لازم اعمل ده بقى. ده نوع من انواع التثبيتات اللي مكتوب على اليمين، ده مكتوب اسمه رد، يعني القضيب ده وماسك في حاجه اللي هي المسامير دي.
التكنولوجي هنا في الحته بتاعه المسمار نفسه. المسمار نفسه بقى حركي، يعني القمه بتاعه المسمار وراس المسمار هنا بقت متحركه، فبيدينا زي مفصل داخلي اقدر يتني ويتحرك. ساعات لما بتبقى القصه ان انا عندي مستوى واحد او مستويين بعملهم، المريض عمره ما يحس بفرق ضعف في الانحناء بتاعه او انه يفرد ظهره ويقدر حركة. لكن لو زادت اربع فقرات مثلا او خمس فقرات هيحصل عندي ضعف او نقص 20% 25%. هو قبل كده ما كانش بيعرف يعمل الحركات الطبيعيه بتاعته، فالضعف ده حتى هو ما يلاحظوش بيقدر حركة. فبالتالي النهارده بقى تثبيت الفقرات جزء لا يتجزأ من جراحات العمود الفقري. دي كانت بتشكل لنا مشكله زمان. دي القناه العصبيه مشكله ليه بدات تزيد؟ هل احنا بنكتشفها ولا هي فعلا بتزيد؟ هي بتزيد لان ضيق القناه العصبيه له اسباب كتيره. في منه نوع خلقي، والخلق ده الناس تعلها ممكن يبان في سن الصغير، لا ده بيبان عند سن بدايه الاربعين اخر الثلاثينات وبدايه الاربعينات. هو خلقي بس الاعصاب بيجي وقت معين تتزنق جدا بقى خلاص. ليه؟ في ترسبات تانية بدات تظهر عليها. يعني هي كانت في الاول مستحمله ها وقادرة تتكيف، لكن بعد وقت معين خلاص بتفشل، وده بيظهر في آخر الثلاثينات مع بداية الأربعينات. في نوع نتيجة لتآكل الغضاريف نفسها، أكتر من غضروف تآكل يبدأ الغضروف بيخرج، القناة العصبية بتقصر وتضيق، القطر بتاعها بيضيق، الغضروف بيخرج ورا بيضغط على القناة العصبية. في نوع تاني نتيجة للأربطة، الأربطة نفسها بتاعة الفقرات بيحصل فيها نوع من التضخم، ساعات لها علاقة بالهرمونات، ساعات لها علاقة. أنت عارف الام العمود الفقري وضيق القناه العصبيه ساعات بيبقى متصل بالحمل، عشان الهرمونات نفسها في الحمل بتزود الاربطه بتتخن، وبعد الحمل الالام بتختفي. واخد بال حضرتك؟ يعني في حاجات مرتبطه بالموضوع ده. ضيق القناه العصبيه لو تيقن عندنا ان القناه ضيقه، لان القناه لها قطر يعني المفروض من 12 ل 18 ملي، ده كويس يعني القناه العصبيه دي ماشي فيها الحبل الشوكي، اللي ماشي فيها الاعصاب والحبل الشوكي. لو ضيقت عن كده لا، ده هيأثر على الدورة الدمية بتاعة الأعصاب، وممكن أعراضها غريبة جدا دكتور عيب. يقول لك أنا كنت بمشي الأول 5-6 كيلو، دلوقتي بقيت بمشي 500 متر وبقعد، قال له بقى 100 متر وبقعد، قال له بقى 50 متر ولازم أقعد وأريح. وساعات أقعد إزاي؟ أقعد على قرافيسي كده ها، كأني في وضع صلاة أو حاجة، علشان تفك وبرجع أكمل تاني. ما انا ما بكملش كتير، ده انا بكمل كمان 5-6 دقايق وبرجع تاني نفس القصه تتكرر تاني. دي اعراض ضيق القناه العصبيه. وتسمع في الرجلتين ناحيتين يمين وشمال، ها لما بيجي في ناحيه واحده عاده بيبقى المسؤول هو غضروف او تزحزح فقاري، بس مع التواء في الفقره جسم الفقره ساعات بينحرف بيلف معايا، فبياخد عصب معين ويزنقه ويضغط عليه جامد جدا. عايز برضو يعني قرب شويه من الميكروسكوب، لانه في كتير مش مدين الميكروسكوب حقه في 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 التعامل مع المشاكل بتاعه الديسك بروليبس. هو رجع تاني يعني هو الميكروسكوب ده كان البدايه في تطور الجراحه، كان استخدام الميكروسكوب الجراحي لانه كان بيكبر الصوره وبيخلينا الرؤيه. هي قضيتنا في العمليات دايما هي الرؤيه، لان انا لما يبقى الجرح صغير كده وانا ببص بعينيا الاثنين، المجال الابصار بتاعي لازم يبقى ماشي كونيكال يعني مخروطي، انا محتاج بقى اوصل لنقطه، فبيبقى بالتالي الجرح لازم يكبر بحيث ان انا عقبال ما اوصل لجوه، لان في ناس العمق بتاعنا في ناس بيبقى وزنهم كده مكلبزين كده، بيبقى علشان ادخل واوصل للغضروف اللي جوه ده ببقى 20 سم 25 سم عقبال ما اوصل، فلازم الجرح يبقى نازل كده. بينما في الجراحه الميكروسكوبيه الجرح يبقى كده، يعني على قد الفتحه اللي فوق هي دي اللي انا ببص عليها على تحت، واخد بال حضرتك؟ فالرؤيه بتاعتي بقت افضل. جت موضه بتاعت المناظير، ومناظير دي حاجه هايله محدش بيقلل من استخدامها، بس دايما لما بتظهر موضه كل الناس بيجروا عليها، وبعد شويه نرجع نقول ايه لا ده هي تنفع في كذا وما تنفعش في كذا. فبقت المناظير تنفع لو غضروف حديث او لو بستخدم معاها ليزر في غضروف برضو لسه في البدايات، اللي هو يعني ايه بدايه؟ اللي هو اول 3-6 شهور بس. طب بعد 6 شهور الغضروف كبر من ده، نوع من انواع المناظيره اقدر ادخل بيه لو الغضروف في البدايه بتاعته رائع جدا وهايل جدا، لكن المنظار ما بيحلش كل المشكله. فجت دلوقتي الإرة الحقيقيه لما بنيجي بنبص على العمود الفقري اللي هو بتاعنا اللي هو المصري وبتاع الشرق الاوسط عموما، ده عمود مستهلك اشتغل كتير جدا ومشي كتير جدا وانت ما حلتلوش مشاكله من بدري. فلما الحرفيين كده بتدخل بقى، ما انت لازم تشتغل عليه صح. انت جايبه والله يا دكتور ايمن، يعني في ناس يقول لك انا بروح لدكتور فلان بيعمل مناظير بس، في ناس كده
قسما بالله بيرجعوا لنا كلهم نعمل لهم عمليات من اول جديد تاني، يعمل العمليه ويرجع بنفس الالام واسوأ، يجي له التصاقات والتهابات واصابه العصب ويرجع لنا ده انا داخل ماشي طلعت رجليا واقفه ما بتحركش، وجاي بظهره بقى مفتوح خمس فتحات ثلاثة يمين ثلاثة شمال. طب عملنا ايه؟ الجرح الميكروسكوبي جرح اصغر وبيبقى في النص، واقدر ادخل واعمل منه كمان ما يسمى تثبيت الفقرات الحركي الديناميكي، حاجه هايله جدا. فرجعت الايرا تاني النهارده علميا 80% من الجراحات اللي بتتم في العالم كله بتتم عن طريق الجراحات الميكروسكوبيه. التثبيت اخر حاجه بقى، يعني ناس كتير بتقلق من الكلمه دي، يقول لك انا هعمل تثبيت في العمود الفقري، لا ده انت هتثبت لي العمود الفقري، ده دي كلمه مخيفه مش عارف. هو الكلمه تخض لان هو واخد الترجمه اللفظيه بتاعت التثبيت، كلمه التثبيت يعني حاجه خلاص ما عادش هتتحرك، بقت ثابت فيكسيشن، مش كده فيكسيشن بقت ثابت. العلم النهارده بيقول لك دايناميك فيكسيشن، دايناميك يعني حركي، تثبيت حركي او تثبيت الحركي او تثبيت اللي هو الايه اللي فيه مجال ان الجسم يرجع لحركته الطبيعيه تاني. هو الهدف من التثبيت مش ان انا امنع الحركه، الهدف من التثبيت ان انا ارجع العمود الفقري قابل للحركه السليمه. ده تثبيت متعدد، يعني احنا بنثبت مثلا ممكن فقرتين ثلاثة أربعة خمسة، هنا دول ثلاث فقرات، وزي ما حضرتك شفت كده ان التركيب الهندسي للمسمار اللي راكب ده في جزء فوق بيتحرك بيجيب زوايا 45 لفوق و45 لتحت، دي نوع من الصامولة هي اللي بتركب لها تركيب معين، بحيث ان في الاخر بدي المجال بتاعي ان البني ادم ده انا عملت العملية وبيسمح بالحركة والانحناء ويقعد على الارض ويقوم ويقدر يوطي ويقدر يصلي. ما في ناس بيبقى عندهم الرعب يقول لك هو انا بعد العملية هعرف اقعد على التويلت التاني، هعرف اصلي الركوع والسجود؟ ايوة احنا بعد العملية باسبوع بقول لك انحني ووطي، بيلعبوا رياضه. القيمه العلميه الكبيره استاذ دكتور محمد صدق هويدي، نورتنا في الدكتور. سلام يا دكتور، خليكم دايما مع الدكتور. اهلا بكم. على فكره بيحصل الحكايه دي كتير جدا بقى في مجتمعنا، وبتحصل ساعات في العقل الواعي وانت واخد بالك منها قوي، وبتحصل ساعات في العقل زي ما بيقولوا اللاواعي. واحده في الجامعة في أي مناسبة عجبتك جدا، فأنت رايح طبعا لازم تتكلم تشوف يعني الشكل اللي عجبك ده هل هو كمان شخصية كمان كويسة ولا لا، حق كل واحد يعني مش هننكر يعني. فقربت، مساء الخير، ازيك، اخبارك، احنا زملاء في الحتة الفلانية، احنا عرايب العريس، لا انت قريبة العروسة، بدأت تقول لك مش عارف ايه، بدت سنانها في سنان اول ما تبان انت بتبقى خلاص خدت بالك، يعني عينك وعقلك الواعي ايه ده يا دي النسيبه السوداء، وريفلكسلي على طول بتنسحب على طول، سلام عليكم يا عم، تلاقي نفسك كده كبرت دماغك، تلاقي نفسك حصل حاجه زي ما حصل في الموسيقى كده، الموسيقى كانت ماشيه ناعمه وجميله ورومانسيه وكلها حنيه، وفجاه راحت الايه داخله على طول، تبص لها الريتم وقع مرة واحدة ودخل الرئة، الطبلة بدأت تقف ودخل الاكسيليفون بقى ودخلت الناي الحزين، خلاص انت فجأة شفت حاجة مش عجبك. ساعات في اللاوعي بقى لو السنان مش حلوة قوي، انا بقولك لو السنان مش حلوة خالص انت شايف، لكن فيها عيوب، فراغات، ابتسامة لسوية خفيفة، كل دور كده جوانب سودة، ثلج زيادة عن اللزوم، فانت ممكن تكون عقلك الواعي مش واخد باله قوي، يعني مش مركز، تقول السنان دي مش حلوه، لكن في حاجه مضايقه عينك، السنان بتضايق العين، فبرضه هتلاقي الاعجاب اللي كان موجود بعد ما بدات تتكلم تقول كده جمله لواحد صاحبك يقول لك يا اخي انا كنت نفسي اكلمها طول الفرح ولا طول المناسبه، يعني عجباني جدا، اول ما رحت اتكلمت معاها في حاجة ضايقتني فيها، أو العكس البنت برضو تقول كده، ده كان الواد يعني لافت نظري جدا أول ما بدأ يتكلم، بس مش عارف قلبي انقبض منه. السر غير الشخصية ممكن تكون السنان، السنان مهمة جدا فلازم تاخدوا بالكم منها، لازم تهتموا بالتفاصيل الصغيرة دي. النهاردة يوم عنوانه التفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الأسنان المبدع دائما الأستاذ دكتور كريم مكادي.
انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكلي. الزراعه دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص انا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف ياكل حاجه ناشفه عشان خاطر الزرعيه. لا، القولون المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تاكل العظم. دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته ويستطعم الاكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعمل لك الحاجه اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين، عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. ضيف العزيز طبعا اسم المتميز في هذا المجال دكتور كريم مكان، أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. هبدأ الأول، هل فعلا عيوب الأسنان بتدخل في العين بشكل يعني بترشق زي ما بيقولوا في العين ومنها للمخ بالشكل اللي قلته؟ طبعا بلا شك. أنا هقول لحضرتك على حاجة. تخيل كده لوحة جميلة رسمة رسمها رسام مشهور جدا، وفي آخر الرسمة دي في بقعة أو نقطة من الكالرز اللي هو بيستخدمها قامت نازلة في النص. هتلاقي العين سابت اللوحة دي كلها وبصت على النقطة السوداء دي. مبدئياً طبعاً الأسنان هي الفيرست إمبريشن للشخص اللي قدامك ده، لنظافته لثقته بنفسه للكلام ده كله، غير طبعاً إن هي مدخل الأكل فهي أساس صحة البني آدم. فلما البني آدم بيتكلم وهو شكل اسنانه مش حلو ومش مهتم بيها، ده بيديك امبريشن ان هو مش مهتم بنفسه، ان حياته مهرجله، ان الحياه عنده مش ماشيه باسلوب صحيح ولا منظم، فبالتالي انت بتاخد فكره مش كويسه عن البني ادم ده. فطبعا اي حاجه في التابلو ده لما تبقاش حلوه بتلفت عينيك وبتديلك بقى بترجم عندك في الدماغ الكلام ده كله اللي احنا بنقوله. الزراعه مثلا السنه المفقوده شيء مزعج في النظر، يعني لما يكون واحد عنده سن رايحه اول ما تبص له تحس ان في حاجه غلط. طبعا يعني احنا عندنا اول حاجه بتبص انت عندك صفين شكلهم حلو وعندك سنه في النص ناقصه، عينك هتروح فين؟ هتروح على الحاجه اللي ناقصه. ده من ناحيه الشكل. طب نيجي من ناحيه الصحه، ايه اللي محافظ على حجم العظم ده؟ هي الاسنان اللي موجوده فيه. مجرد ما بنخلع السن بيبدا العظم ده يكش، بيبدا العظم ده اللي هو الشاسيه المشدود عليه عضلات الوش، الجلد بتاع الوش اللي هو مشدود ده كش. ايه اللي هيحصل؟ يبدا يظهر لنا الرينكلز او يظهر لنا التجاعيد بتاعه الوش، يبدا البني ادم يبان اكبر من سنه وهو لسه صغير. فاحنا دايما بننصح ان اي حد بيفقد اي سن لازم يروح بسرعه ويعوضه عند دكتور الاسنان عشان ما يبداش يحصل المشاكل دي كلها. طبعا ده بالاضافه ان احنا بيبدا عندنا طريقه المضغ ما تبقاش مظبوطه، اللي هي بالتالي بتاثر على مفصل الفك، نبدا نسمع صوت طقطقه، بنبدا يحصل تاكل في مفصل الفك. ليه؟ لان حصل التهابات للاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانه. طبعا بيحصل مشاكل تانية في الاسنان. خلي بالك يا دكتور ايمن ان الاسنان دي كلها في حاله حركه، اللي مثبتها في مكانها كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها. طب احنا لما نشيل سنه من النص حصل خلل في الثبات اللي موجود ده، فحصل فبالتالي يحصل خلل في رصه السنان الموجوده دي، تبدا السنان اللي قبليها تميل ناحيه الحته الفاضيه، تبدا السنان اللي قصادها تطول على حساب الحته الفاضيه، يبدا الثبات او الاكويليبريم ده اللي موجود ده كله يبوظ. فطبعا المضغه العضه نفسها هتبوظ اكتر، فالمفصل هيبوظ اكتر، فانت دمرت الدنيا كلها. اذا تعويض السنه ده واجب، ده شيء لابد منه. وطبعا احسن حل لتعويض الاسنان هي الزراعه. ان احنا بنحافظ على اسناننا من غير ما نبردها، من غير ما نلعب فيها، ونعوض السن بذاته عن طريق زراعيه محطوطه بيركب عليها الطربوش بتاعها بعد وقت معين وتبقى الدنيا كلها تمام. كان زمان الزراعه كلمه تخوف، كانت بتعمل هلع لناس كتير. ولسه لحد دلوقتي ناس مش فاهمه ان التكنولوجي تطورت بالظبط، والتكنيكس الحديثه في زراعه الاسنان تطورت بشكل كبير جدا. ليه كان بيبقى عندهم هلع؟ لان زمان كان هو متخيل ان هو رايح يعمل جراحه كبيره، يفتح فتح بالمشرط، الدكتور بيفتح يشوف يكشف العظم بتاعه عشان خاطر يعرف يشتغل، ويبدا ينشر في العظم ويدخل الزراعيه، وبعد كده يخيط، وبعد كده يقعد على انتيبيوتكس فتره لحد ما الجرح ده يلم، وبعد كده بعد فتره بعد 6 شهور يبدا يحمل على الزراعيه. دلوقتي التكنيكس الجديده والتكنولوجي والحرفيه
بتاعت الناس اللي استخدمت الكلام ده سهلت الموضوع جدا. بقينا بنحط الزراعيه دلوقتي في 5 و6 و7 دقائق. ازاي؟ بقينا بنفتح فتحه صغيره عن طريق حاجه اسمها بونش تكنيك، يا دوبك زي الخرامه بتاعت الورق كده، فتحه بملي بنبدا نشتغل منها كل قصه الزراعه دي من غير اي مشرط ولا خياطه بعد كده. او ممكن نستخدم الليزر، يعني نفتح لنا فتحه برده صغيره نقدر نحط فيه الزراعيه ونحط الكلام ده كله. التكنولوجي بتاعت معالجه السطح نفسها بقت عاليه جدا، بقت بتحفز العظم اكتر، بقت عامله زي المغناطيس اللي بيحفز العظم ان هو يبني على الزراعيه نفسها، فادتنا نتائج عاليه في وقت اقصر من غير تعب ولا الم والكلام ده كله. زمان كنا بنكتب انتيبيوتكس حقن وبيديله انتي انفلاماتوريز وبنديله مسكنات كتير جدا، كل ده حقن عشان خاطر يستحمل ما بعد الجراحه. دلوقتي هي حبيتين الدنيا بتبقى كويسه ومفيش اي مشاكل. طبعا فكره الاميديت امبلانت اللي هي انا عندي سنه بايظه فانا شلتها وقمت حاطط الزراعيه في ساعتها على طول، ده احسن حاجه. لان موجود الدنيا بتبقى لسه غنيه بالدم اللي فيه عناصر النمو والشفاء، فبتحصل عمليه الهيلينج اسرع من تكون زراعيه سنه مفقوده بقالها فتره طويله. كمان معالجه سطح الزرعه دي اللي هي الزرعه اللي هتزرع دي، الزرعه اللي هتزرع اللي هو المسمار اللي هنحطه، المسمار ده معالج بس. معالج طبعا، هو مش مسمار من عند الحداد يعني لا، هو بيبقى معالج وليه ديزاين معين ان هو لما تيجي تربط الزراعيه بشكل معين العظم يعشق جوه الزراعيه عشان لما يمسك يدينا الثبات العالي في وقت اقصر. ده اللي برضو خلانا بعد كده نقدر نعمل حاجه اسمها immediate اللي هي immediate implant immediate load، ان هو المريض يخش يحط الزراعيه بتاعته ويخرج بالسنه بتاعته في نفس اليوم. يعني انت ممكن تحمل، نقدر نحمل دلوقتي اذا كانت العظم يسمح، مواصفات معينه عندنا عظم كويس، دنسيتي بتاعته او الكثافه بتاعته كويسه، طوله وعرضه وسمكه، الكلام ده كله طبعا بنعرفه الاشعه المقطعيه. فيجي واحنا بنربط الزراعيه بنلاقي التورك بتاع الزراعيه عالي، فبنقدر نحمل على الزراعيه في وقت صغير. قيمه الاشعه المقطعيه في الزراعيه، الاشعه المقطعيه هي اساس التشخيص عامه. يعني انا مش عارف الدنيا قبل الاشعه المقطعيه كنا بنتعامل ازاي. طبعا العلم بيتطور وكل شويه تقول احنا كنا بنعمل كده ازاي. يعني احنا دلوقتي بنقول الناس من غير موبايلات كانت بتعمل ايه. فدلوقتي الاشعه المقطعيه اللي هي بتقطع لنا الفك لترانشات صغيره في كل الاتجاهات، يعني عندنا بيجي لك فيو من قدام لورا مقطع، عندنا فيو من تحت لفوق او فوق لتحت مقطع، عندنا فيو اللي هو الكروس سكشن كده اهو، فتقدر تمسك كل حته صغيره تكشف بقى على الاعصاب بتاعت السنه، على تسوسات السنه، تكشف على العظم اللي انت هتزرع فيه، هل العظم ده طوله وعرضه وسمكه والكثافه بتاعته كويسه؟ هل ده دلوقتي هل انا اقدر ازرع دلوقتي حالا ولا محتاج ستاب قبل الزراعه ان انا ازرع عظم وبعد كده استنى عليه واحط الزراعيه وبعد كده الدنيا في الاخر يوصل بسنينه كامله؟ فكل ده عن طريق الاشعه المقطعيه. ما كن يعني هو ده اللي خلانا نعرف الكلام ده. قبل كده كانت الحاجات ال2 دي، الاشعه المقطعيه طبعا 3 دي ثلاثيه الابعاد. ايام ال2 دي انت كنت بتشوف بلان واحد بس، بتشوف المنظر عامل كده، لكن الدبس بتاعك كان عامل ازاي، العمق مش شايفه، العمق مش موجود. ايوه فهو ده اللي وصلنا للنقطه دي. بالتركيبات والزراعه هل هم متنافسين ام زي ما اقول شريكي في الاخر، شريكين بيطلعوا في الاخر نتيجه كويسه؟ دول الـ 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 الشريكين المتعاونين اللي هم من غير بعض ما يقدروش يوصلون للنتيجه دي. يعني الزرع لو زرعنا اسنان عشان نعوض السنه لازم نركب لها التركيبه الثابته فوقيها عشان المريض يقدر ياكل عليها. لو احنا دلوقتي عندنا حد زي الحاله اللي عندنا دي هو ما عندوش اسنان نهائيا لا فوق ولا تحت والدنيا بايظه خالص، انا لو زرعت له زراعيه مكان كل سن ناقص العظم هيفلق مننا بالبلدي كده. يعني تخيل كده حته خشبه حطينا فيها مسامير ضعفت هتفلق. تمام، ده اللي بيحصل فعلا في العظم. فبنبدا ان احنا نحمل، نوزع التحميل، يعني نوزع الزراعات بطريقه عشان نوزع التحميل على الزراعات دي. فبنبدا نحط في الفك ما بين 6 و8 زراعات ونحط بعد كده كباري تتحمل عليهم كلهم اللي هي التركيبات الثابته. وبعد كده الراجل ده ياكل بقيه حياته باسنانه الثابته، لان هو من حقه ان هو يفضل باسنانه لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته. هنا الحاله دي كانت قصتها كبيره شويه. الحاله دي كانت لفت في كذا حته، قالوا لها انت ما عندكيش عظم خالص في الفك. يعني السكنس بتاع العظم كان قليل جدا ان احنا نقدر نحط فيه زراعيه. خلي بالك يا دكتور ايمن ان لازم حوالين الزراعيه دي يبقى فيه ملي من كل اول اراوند عشان خاطر الزراعيه دي تثبت. ملي من كل ناحيه عشان خاطر الزراعيه تثبت. ملي عظم، ملي عظم. لو انا ما عنديش الملي ده طب احنا هنعمل ايه؟
الزراعيه ليها سمك اقل سمك للزراعيه في زراعات دلوقتي 2.7 وفي حاجات اللي هي السمك بتاعها 2.7 وفي حاجات 3 و3 و3 فاحنا لازم 3 ملي ملي فاحنا لازم نحط معاهم 3 ملي ولا 3 سنتي لا سنتي لا 3 ملي ملي فسنتي سنتي ده حاجه ايه ده لمؤاخذه 3 ملي 3 ملي فاحنا لازم يبقى فوق ال 3 ملي ده في عندنا ملي اول اراوند يعني لو احنا قلنا يبقى اذا العظم لازم يكون سمكه المفروض كويس. يعني قول 5 مثلا ملي 5 ملي ما هو 3 و3 ملي وملي وملي يبقى ادي 5 فاحنا الناس دي لفت على كذا حته قالوا لها انت ما ينفعلكيش زراعه اساسا فاحنا اخذناها ستيب 1 احنا هنخلي عندك عظم انت ما عندكيش عظم هنخلي عندك عظم بدانا نزرع لها عظم في كل حته بدانا نرفع الجيوب الانفيه لان هي طبعا كانت نازله عشان العظم ده كش فبدانا نرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم بتاعنا واستنينا عليها 5 شهور بعد كده حطينا الزرعات بتاعتها في الحاله دي طبعا ما نقدرش نحمل بسرعه خالص لازم كل حاجه تاخد وقتها عشان تمسك كويس قوي وتبقى جزء من الجسم واستنينا على الزرعات دي كمان 5 شهور وبعد كده هي بقت باسنانها الثابته بقت حياتها الست دي عندها 75 سنه كانت بتقول لي انا مش عارفه استطعم ولا عارفه اكل ولا عارفه اتعايش وعندها مشاكل في البطن ومش عارفه تتعامل بالاطعمه المتحركه وخلي بالك الاطعمه المتحركه دي حاجه سيئه جدا ان هي بتغطي السنسورز او الحساسات بتاعه الاستطعام اللي موجوده في الفم ودايما هتلاقي دايما اي حد بيتعامل بطعم متحرك يقول لك انا بعد فتره الطقم وسع هو وسع ليه عشان العظم كش بالظبط كده الراجل ده ليه قصه كبيره قوي الراجل ده هو مش مصري كان هو عندهم عمل حادثه اتعالج لمده سنه كان العظم بتاعه مكسور بالاسنان اللي فيه لمده سنه وهما مش مثبته له هو بيقول لي الحته دي بتلخلخ بس هما ثبتوها لي بسلك ومفروض الدنيا بقت كويسه طبعا في الاكس ريز في الاشعه المقطعيه هو كان بيعمل بانورامات فمش باين ان في حاجه كسر هنا في الحته دي هما ثبتوها هم افتكروا ان السنان اتحركت من مكانها واحنا لو فعلا لو سنه نزلت نقدر نحطها في مكانها ونثبتها لفتره هتثبت لكن ما يعرفوش ان العظم اللي ماسك السنان كله بيتحرك فده بقى طبعا بدا يعني يكون انسجه ما بين الحتتين العظم اللي موجودين وبدات تمنع عمليه الالتئام بتاعه العظم كلها فطبعا اضطرينا نفتح السنان طبعا كلها بقت حالتها وحشه جدا فاضطرينا نشيلها فاضطرينا وبعد كده اضطرينا نفتح واستخدمنا العظم بتاعه وكملنا له عظم بيجي في صوره باودر من عندنا وثبتنا له الكلام ده كله وبعدين حطينا الزرعات بتاعتنا وبعدين في خلال 2.5 شهر بقى بالاسنان بتاعته اللي تحت دي ما شاء الله بقى حلو جدا وبياكل عليها وزي الفل وزي الفل ياكل حاله صعبه جدا طبعا هي الفكره كلها هو ليه عانى لمده سنه عشان ما فيش دايجنوزس اتعمل له مظبوط لو اتعمل له الدايجنوزس مظبوط بالاجهزه المظبوطه زي الاشعه المقطعيه هنقدر نوصل للكلام ده برضو دي حاله فقد كل شيء الحاله اللي فاتت دي هي دي كان يعني استخدمنا فيها تكنيكس كتير جدا عشان نوصلها للوضع ده مبدئيا هو من فوق لتحت ده اخد 2.5 شهر تقريبا احنا رفعنا الجيوب الانفيه واستخدمنا الزراعات المايله في تكنولوجي بتاعت الزراعات المايله لو انت عندك عظم صغير بتحط الزراعيه بميل معين وبيكون ليها راس بتاعتها واخده انجل معين تبقى طالعه لك في الوضع اللي انت عايزه في الاخر فبدانا رفعنا الجيوب الانفيه فوق وحطينا الزراعات بتاعتنا طبعا معظم الحالات بنشتغلها كلوز ساينس ليفتنج اللي هي بنرفع جيب الانفي من غير ما نفتح بس في حالات بنضطر ان احنا نفتح ونحط العظم بتاعنا ونقفل تاني تمام هنا ما استخدمناش غير الكلوز ساينس ليفتنج واستخدمنا الزراعات المايله تحت لان احنا كنا قريبين من الاعصاب ولو حضرتك اخدت بالك ان في التركيبه اللي تحت احنا معوضين جزء من اللثه لان احنا الفيرتيكال دايمنشن اللي هي العلاقه من الانف للدقن لما تقل عن المفروض هيبدا يحصل لنا الرينكلز اللي بتبان دي بان الراجل بالظبط كده اهو وغير كده يؤثر لنا على مفصل الفك جامد جدا فاحنا لما بنيجي نقيس له ساعه التركيبات والكلام ده كله لقينا ان احنا لو عملنا حجم السنين عشان يعوض الفيرتيكال دايمنشن دي السنين هتبقى كبيره قوي فبنبدا نعوض جزء من اللثه في التركيبه بتاعتنا الثابته عشان خاطر نوصله للنتيجه ان دي لثه صناعيه دي لثه صناعيه اللي احنا شايفينها هنا عشان محدش هيعرف انها صناعيه خالص احنا بس اللي عارفينه هو تمام ليه عشان شكل السنان يبقى حلو ومرسوم حواليها اللثه كويسه ويقدر ياكل على اسنانه والدنيا تبقى زي عشان يبقى بس لانه شكل اللثه لازم يبان شكل بالظبط لان احنا الكادر بتاعنا اللي بيبان هي اسنان ليها اطوال
شكلها كويس على وش البني ادم مرصوصه رصه معينه، جزء من اللثه بيبان اللي هو من زيرو لثلاثه، لان اكتر من كده هيبقى ضحكه لثويه. فاحنا عايزين المنظر ده كله يبقى باين بالشكل المظبوط. مش مشكله هو كان عمره قد ايه، مش مشكله هو خسران سنانه بقاله قد ايه، مش مشكله اي حاجه، احنا المفروض نوصل له اللي هو عايزه. بالظبط. وهنا الحضم بتاعه سمح ان احنا نحط تركيبات، عدد من التركيبات فوق ده. انا هقول لحضرتك حاجه يا دكتور ايمن، المشكله ان الثقافه الجيل الجديد كله بقى فاهم ان احنا لازم نروح على طول نزرع لو حاجه فقدناها. في ناس اللي هي من زمان ما عندهاش الثقافه دي، فطول ما هو سايب سنانه من غير زراعة او تعويض بيبدا العظم يكش يكش يكش. فمعظم الناس دي بنضطر ان احنا نحط لهم عظم عشان خاطر نرجع لهم مساحه او كميه العظم المناسبه عشان نحط فيها الزراعيه، لان ده نجاحنا. وهو في الاخر احنا مش عايزين نتعبه وندخله في قصص تانية، احنا عايزين يوصل لاحسن نتيجه من اول مره. هنا برضو هنا نفس القصه برضو زراعات كتير. دي بس دي اشمعنى الفك الفوقاني هو اللي راح؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، دي في بلدها الوعي الطبي مش عالي قوي، التكنولوجيا مش عاليه قوي، فهم كانت كل حاجه بتبوظ بتروح تخلعها. على فكره دي مش كبيره في السن، دي عندها حوالي 43 سنه، صغيره جدا في السن. خلصت بقها كله خلع ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، ويجي يقول لك احنا هنركب تركيبات ثابته نعمل كوبري وبتاع، ما يتعملش مظبوط فيسرب فيبوظ سنتين تانيين، فيقوم ساحب السنه اللي بعديها فيسرب فيقوم ده، لان هم مفيش تكنولوجي يعني الطباعه ثلاثيه الابعاد، مفيش فكره السرك، مفيش فكره الكات كام اللي هي بتدينا التركيبه المحكمه اللي مش هيخش حاجه على السنه اللي هي تبوظها واحنا مش عارفين. فسحبت سنانها كلها، وبعدين طبعا كان عندها اكتئاب وكان عندها مشاكل اسريه بسبب ان هي ما عندهاش سنان، والعظم بتاعها كله كشل لان هي قعدت فتره طويله. فدي برضو اخذت مرحلتين، مرحله زراعه عظم ومرحله بعد كده حطينا الزراعات دي، وبعد كده مشيت بسنانها وكانت مبسوطه جدا جدا. يعني اعتقد ان هي كمان يعني الثقافه لازم تزيد في عمليه الزراعه دي جدا. وبعدين يا دكتور ايمن الزراعه على طول في تطور، في يعني في حد بيقف عند فكره ان انا بعرف ازرع حاجه ستريت فورورد، عندي شويه عظم احط فيهم مسمار وخلاص. في حد بيقدر احنا هنرفع الجيوب الانفيه، في حد يدي الحل للي ما عندوش حل في حته تانية. فاحنا دايما بنحاول نطلع الحلول للناس اللي ما عندهاش حل في مكان تاني. الزراعه المواد المستخدمه بقى في التحميل تختلف؟ يعني كتركيبات التركيبات طبعا بتختلف. عندنا انواع من التركيبات كتير جدا، من اول البورسلين بتاع زمان، بس احنا بطلنا نستخدم البورسلين كبورسلين بالمعنى المفهوم. زمان كان بيعمل ايه فني المعمل؟ كان يجي يبني الشاسيه بتاع البورسلين ده. البورسلين ده بيبرع عن معدن كوبالت كروميوم وعليه بورسلين. الاول بيجي فني المعمل ينبني شمع، وبعد كده يدخله في جبس ويعمل له مخرج ومدخل، ويحط الكلام ده في الفرن يسيح الشمع يخرج من المخرج، يحط معدن من المدخل، وبعد كده يسيبه ينشف يطلعه، وبعد كده يبني عليه البورسلين. مشكله القصه دي كانت ايه؟ اول مشكله عمر ما ايد فني المعمل هتطلع اكيوريت ان هو يبقى محكم 100%، فلازم هيحصل ليك، لازم هيبقى بتسرب. تمام، دي اول نقطه، بدليل ان الرسام لو جبنا رسام مشهور جدا وقلنا له ارسم نفس اللوحه مرتين عمرهم ما هيطلعوا ايدنتيكال. تمام. الحاجه الثانيه التمدد والانكماش بتوع المواد المختلفه تحت تاثير التبريد والتسخين مش زي بعض، فده كان بيعمل لنا ليك تاني. فلما ظهرت فكره ال 3 دي برينتنج اللي هي الطباعه ثلاثيه الابعاد، اللي هو انا هصور الكوبايه دي ماشي، هدخل على الكمبيوتر شويه اوردرز اطلعها الناحيه الثانيه من اي ماده معينه تتخرط بنفس الدايمنشنز بالظبط اكيوريت، ده ادانا نتائج 100% مفيش تسريب. فاحنا بطلنا نستخدم البورسلين، بقينا نستخدم الحاجات يعني بقينا نعمل الميتال ده بقى يجي في صوره بلوكس بيتخرط وبعد كده يتبني بورسلين. بس بقى لسه عندنا مشكله ثانيه الطبيعيه. احنا طول ما احنا بنضحك سبحان الله السنه بتاعتنا ترانسلوسنت، فيها نسبه شفافيه بتعدي الضوء. تمام، الحاجه اللي جواها ماتل بتقفل الضوء ان هو يعدي. فدايما اللي حاطط تركيبه بورسلين فيوست ماتل لازم هيبقى فيه حاجه قطف الضحكه بتاعته، حاجه مش طبيعيه تفتقر للطبيعيه. فبدات الابحاث تتطور في صناعه التركيبات الثابته، فوصلنا للزركون. الزركون ده حجر بيتعمل منه التركيبات الثابته دلوقتي، عنده نفس الاستنس نفس القوه بتاعت السنه الطبيعيه، عنده نفس الترانسلوسنسي نفس الشفافيه، هو مش شفاف هو بيعدي الضوء بس بتاعت السنه الطبيعيه، فادانا شكل جمالي كويس جدا وشكل طبيعي. هل احنا وقفنا عند كده؟ بقينا بندور
طب احنا الزيركونيوم ده بنعمل منه سيكنس او سمك 1 ملليمتر، ده اقل حاجه. يعني احنا محتاجين عشان نركب كراون طربوش على سنه ان احنا نبرد من كل ناحيه السمك الواحد ملي. ايوه. فبدا دخلنا في قصه الاي ماكس، بدانا ندور على حاجه تانية ان احنا ناكل من السنه اقل، فلما نركب الكراون عليها ما نبقاش بوظنا تو ستراكشر بتاع ربنا اللي هو جسم السنه اللي ربنا مديهولنا، فالدنيا بقت كونسرفاتيف اكتر، بقت محافظه اكتر. طب احنا لسه طمعانين، احنا عايزين حاجه جماليه اكتر واكتر. نزلت فكره الزيركونيوم المالتي لايرز، متعدد الطبقات. حضرتك يا دكتور ايمن لو بصيت في المرايه هتلاقي ان السنه قريب من اللثه، اغمق سنه من الاطراف. ايوه. هتلاقي ان السنه قريب من اللثه، احنا قلنا ان هي ترانسلوسنت بتعدي الضوء، هتلاقي ان هي معتمه سنه اكتر من الاطراف، الاطراف شفافه، شفافه اكتر بالظبط. فالتدريجه بتاعت الالوان مع الشفافيه دي عملوا منها بلوك من الزيركونيوم بتبقى كذا طبقه فوق بعضيها عشان تدينا نفس الشكل ده. فبقينا نقدر نعمل سنه محدش يقدر يقول لك ان دي مش طبيعيه غير دكتور السنان، ومش هو قاعد قدامك، لما يقعدك على الكرسي ويكشف كشف دقيق جدا فيقدر يطلع ان دي سنه مش طبيعيه. والعين على فكره العين البشريه حساسه جدا طبعا، الحاجات دي تقدر تحس ان السنه دي تشوفها كده يقول لك على السنان ديت ارتفيشال قوي. بالظبط. احنا بندور على الطبيعيه، احنا عايزين الناس تاكل بسنانها وفي نفس الوقت شكلهم طبيعي. الناس تاكل بسنانها ومحدش يقول ان هم عاملين اي حاجه حتى لو هو ما كانش عنده ولا سنه. على فكره المالتي لاير ده في دكاتره كتير جدا ما بتقدرش تطلعه على الكرسي السنان نفسه، صعب جدا، لان هو لو هو معمول مظبوط بيبقى نازل تحت اللثه سنه ويبقى واخد نفس تدريجه السنان اللي حواليه، فمحدش يقدر يكتشف ان ده فيه حاجه مش طبيعيه موجوده هنا. هنا مثلا في الحاله دي حاله تركيبات. دي حاله تركيبات. احنا كان عندنا في فرق في السنان كبير قوي. تمام. فرق في السنان ده ده حد كانت عندها مناسبه، يعني عندها جواز بتاعها قريب، فهي عندها عقده من الموضوع ده وحصل مشاكل برضو بينها اسريه وبينها عندها في الاسره نفسها. فبدانا نحضر الاسنان دي. دي صعبه على فكره الحاله دي طبعا. ما انت ليه بقى؟ لانه انت مش هتقدر تعمل سنتين، تشتغل على سنتين بدل تشتغل على سنتين كلها. مستحيل. حضرتك خلي بالك احنا لو عملنا عوضنا السبيس دول على السنتين القداميين دول يبقوا سنتين قد كده اهو. تمام. رابط. فبتبدا تقسم المسافه اللي موجوده دي على الاسنان اللي حواليها. ففي الاخر تاخد في الديزاين بتاعك رصه سنان شكلها حلو زي اللي تحت، ما حدش يقدر يقول لها ان انت عامله حاجه، لا شكلها طبيعي جدا وشكلها حلو جدا وسدت المشكله بتاعتها. وطبعا هي محكمه واكرت قوي ان هي تحافظ على السنان اللي جواها، لازم تبقى عامله زي الجراب، مفيش حاجه تخش للحاجه اللي جوه. الكراون اللي هو قواعد تكوين الكراون، تركيبه الكراون اهم حاجه فيها التقفيله، دي اهم حاجه. على الاطلاق. التقفيله وبعدين الشكل. لان التقفيله دي لو مش موجوده انا خسرت السنه اللي تحت. بالظبط. الشكل هيتظبط، يا انا مستحمله يا هروح اظبطه في حته تانية. لكن السنه لو مسربه، لو التربوش مسرب باظت السنه. باظت السنه بس. تبوظ في قد ايه؟ كل واحد غير التاني. كثافه الكالسيوم في السنه نفسها عندي غير عند حضرتك غير عند كل واحد. هي الفكره كلها ايه؟ احنا مش هقول لك اكل، لو انا بشرب عصير نقطه دخلت في الحته المسربه، النقطه دي تعفنت، ماشي، بدات تطلع احماض، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ السنان دي عباره عن كالسيوم محطوط في مش في شبكه. تمام. بيبدا الاحماض دي تاكل في الشبكه دي فتفرط الكالسيوم الموجود ده، بيبقى اسمه التسوس بعد كده. تمام. قاعد اشتغل، لو انا السنه دي ميت العصب بتاعها انا مش هحس، فجاه وانا باكل تك السنه اتكسرت بالطربوش بتاعها. هو المريض مش هيبقى فاهم ده حصل ليه، بس هي حقيقه هي حصل ان ده مسرب. ده انا وافقت ان انا شميت ريحه وسبته، انا وافقت ان انا شايف فيه تسريب وسبته، انا وافقت على حاجات كتير قوي فوصلت لي النتيجه دي. التركيبات التكنولوجيا لعبت برضه فيها دور كبير طبعا. فكره الكات كام والسرك زي ما قلت لحضرتك الطباعه ثلاثيه الابعاد دي، بقينا ناخد بعد ما ناخد مقاساتنا بطريقه دقيقه جدا، في حاجات بناخدها بكاميرات وفي حاجات بناخدها بمواد معينه دقيقه جدا، بننقل الكلام ده على الكمبيوتر بيدينا الشكل السنه بالظبط عامل ازاي، نبدا نبني عليه الديزاين، نبدا نخرط بدقه عاليه جدا. وخلي بالك يا دكتور دي ده تايم سيفنج من الدرجه الاولى. احنا هنا شايفين في الحاله دي برضه حالات جايب حالات صحراء. انا جايب الحالات دي عشان اقول للناس ان دايما في امل. ما دي حالات صحراويه. انت عندكش سنين مش معنى كده ان انت مش هتعيش بسنانك. لا، هنرجعك بسنانك. بقيت حياتك.
لا بس برضه تعمير الصحراء. تعمير الصحراء ده جامد جدا. هنا الـ كمان الـ يعني ان انت بتالف عضه، ما انت ما عندكش عضه موجوده. دي من اصعب المشاكل، وهقول لحضرتك بصراحه لازم الديزاينر انا باخده معايا في حالات معينه، لان دي شغلته هو اللي عارف القفله دي هتبقى عامله ازاي. طبعا في طرق معينه بنستخدم حاجه اسمها فيسبو، فيسبو ده اللي بيدينا العضه في كذا اتجاه فنقدر نعمل عضه. ده 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 بروجرام، ده بيتربط ببروجرام. يعني هناخد العضه بطريقه معينه بتتربط ببروجرام معين فتدينا العضه في كذا اتجاه، فتقول لنا السنان لما تعمل لها الديزاين الفلاني لو عض يمين شويه او شمال شويه مش هيبقى عنده مشكله. دي التكنولوجيا يا دكتور. التكنولوجيا رائعه جدا، خدمت هنا زرع على كم زرع؟ انا الصوره مش قدامي. الايه؟ الصوره بس مش واضحه قدامي. لا دي على كم؟ على اربعه؟ لا دي كان سته. سته ثلاثة يمين وثلاثة شمال، بس هي مش واضحه في الصوره شويه. مش واضحه لسه. طيب نشوف الحاله اللي بعديها بقى، نشوف الحاله اللي بعديها، لانه الحاله دي برضو حاله صعبه برضو. دي سنه واحده. دي سنه واحده، ودي اميديت دي كان عندها جدر موجود ده اتشال واتحط له الزراعيه. بس تعمل لها حاجه تانية غير كده؟ لا ولا اي حاجه تانية. هو ممكن نكون نظفنا اسنانها بس شويه، لان احنا اي حاله بتخش لازم ننظف الفم عشان ده مليان بكتيريا، لو احنا مهملين فيه هتبوظ لنا اي حاجه بنعملها. فبننظف الدنيا وحطينا الزراعيه، بعديها بكام ساعه بقت ماشيه بالسنه بتاعتها. حلو قوي. ودي عملت ايميديت له طبعا. دي ايميديت، ودي كده كده كان برضو فرحها وعايزه تعمل ايه، بس هي المشكله يعني الناس تدينا وقت بدري شويه عشان خاطر تبقى الدنيا اسهل. دي بقى برضو من الحالات، ده برضو الابيض. يعني موضوع ان احنا مفيش سنان بالظبط، وده برضو جاي لنا من بعيد. فكره برضو ان هو عظمه، الناس قالوا له انت ما ينفعلكش زراعه اسنان، وهو كمان كان مهمل قوي في التدخين والكلام ده كله في حاله في حاله الفم الصحيه، فاضطرينا ان احنا نرفع له حاله الفم الصحيه بعلاج للثه والكلام ده كله، وبعدين حطينا الزراعات بتاعتنا. حطينا هنا بقى، احنا ما حطيناش عظم واستنينا وحطينا زراعات، لا احنا حطينا العظم مع الزراعات واستنينا عليها 3 شهور، وبعد كده عملنا له ديزاين مظبوط. وهنا انا فاكر الحاله دي عملنا حاجه ظريفه جدا، الاشعه المقطعيه نفسها وصلناها بالسرك، ادت لنا ايه او الدي اس دي ادت لنا ايه المكان الامثل اللي احنا نحط فيه الزرعات عشان خاطر لما نخلص السنان تتراص هيبقى شكلها عامل ازاي. فده قمه التكنولوجي، ان انا قبل وانا على الصحراء عندي ديزاين موجود ان انت هتحط هنا الشجره دي هنا وهنا 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 عشان اللوحه كلها تبقى شكلها كذا. في ناس عندها خبره شويه في موضوع زراعه تقول لك ماشي انا، بس سمعت انه الجيب ناس الانفي ناس دكاتره ولا ناس لا انا بتكلم عن الناس اللي رايحه تزرع، يعني المرضى يعني، فيقول لك انا سمعت ان في قد تكون مشكله في الجيب الانفي، ودي كتيره لو احنا نازل. ودي كتيره لو احنا سايبين درسنا فتره طويله، وهنا تبدا بقى قصه رفع الجيب الانفي. بالظبط. ايه بقى قصه رفع الجيب؟ زمان كنا بنشتغل بطريقه واحده بس، ان احنا بنعمل بنفتح اللي هي اوبن ساينس ليفتنج، بنفتح في اللثه وبنعمل ويندو صغير نرفع الجيوب الانفيه، بنحط عظم وبعد كده نستنى شويه ونحط الزراعه بتاعتنا. ده زمان. دلوقتي عملوا الكلوزد ساينس ليفتنج، ان احنا من الفتحه اللي رفع الجيب الانفي بس من غير ما نفتح. الفتحه احنا قلنا في الاول احنا بنفتح للزراعيه حاجه ملي صغيره قوي بانش. تمام. دلوقتي بقت من الملي ده بنقدر بنفتح بنوصل للجيب الانفي، نبدا نحط مواد معينه سالاين وحاجات كده اهو، نرفع الجيب الانفي لفوق شويه، بعد كده نحط عظم فوق الحته اللي احنا فتحناها ما بين الجيب الانفي والفتحه بتاعتنا، وبعد كده نحط الزراعيه بتاعتنا بنجاح عالي جدا. دي في الحته دي احنا هنا بنخلط الماتيريالز اللي احنا بنحطها العظم والكلام ده كله، ده بنحط عليه سالاين وبعدين بنقوم كابسينه بطريقه معينه. ده بالتفصيل بقى. ده تفصيليا. تفصيليا. ازاي اكون العظم الصناعي؟ ازاي بنحط العظم بتاعنا في اثناء الساينس ليفتنج، الكلوز ساينس ليفتنج، في اثناء رفع الجيب الانفي وهو مقفول من غير فتح. اهو ده رفع جيب انفي. بياخد وقت قد ايه قبل ما ده؟ بياخد 10 دقايق واحنا في وسط. ايوه الشغل. لا بتكلم على بقى الالتئام. احنا بقى بنسيب بقى القصه دي مع الزراعيه اللي احنا حطيناها بعد ما رفعنا الجيوب الانفيه، بنسيبها الوقت اللي هو 3 شهور لحد ما الدنيا دي كلها تمسك. هو ده سؤالي، ان احنا نقعد 3 شهور بالظبط كده؟ ما ينفعش بقى في حاله زي دي حمل عظم. مستحيل. احنا قلنا عشان نحمل لازم يبقى عندي عظم بكثافه كويسه، طول وعرض وسمك كويس، نقدر نبدا نحمل، لان هو هيديني ساعتها تورك عالي ونشيل الاستابيليتي عاليه نقدر نتعامل فيها. بس طبعا بيبقى في توصيات معينه للمريض في اول فتره.
ديت من الحاجات اللي خلت حكايه الجيب الانفي اللي يمنعني من الزراعه خلاص سهلت الدنيا جدا. سهلت الدنيا جدا زي ما احنا شايفين، احنا حطينا الزراعيه والعظم كله مسك اهو، وبدانا نحمل على الزراعيه والدنيا بقت ماشيه كويس. طيب كلمني عن العضه بقى. العضه انا عايز نقف شويه عند العضه. اوكي. العضه لو ما اتعملتش مظبوطه ايه اللي هيحصل؟ هيبدا المريض ياكل بطريقه مش مظبوطه. هي على فكره العضه دي ناس كتير ما تفهمها، يعني ايه عضه؟ ده العضه ان هو في العضه دي بتبقى سنتريك، يبقى ان البني ادم بيعض في الوضع اللي في النص، واكسنتريك اللي هو في الاوضاع الجانبيه. العضه هي انه سنانك اللي فوق بتقفل على بعض، على سنانك اللي بالظبط كده دي العضه. ماشي. عشان نقدر نطحن الاكل. والانواع اللي انا قلتها دي انواعها. اللي انا هحكيه دلوقتي هي مشكله العضه لما تكونش مظبوطه، وبرده النتائج اللي هتحصل دي هي نفس النتائج لما يكون حد بيجز فترات طويله من غير ما يتعامل مع الموضوع ده، هي نفس القصه اللي حد اللي هو بيتعامل عادات سيئه اللي هو مثلا يحط حاجه في بقه فيعض، يقعد يعض عليها فتره طويله او يكسر حاجات في بقه او يفتح حاجات في بقه. ايه اللي بيحصل؟ نتائج الكلام ده بتبدا المريض يحس بيسمع صوت خروشه او طقطقه في المفصل بتاعه. ده بيبقى ايه؟ وايه تطوراته وهنوصل لايه في الاخر؟ ده بيبقى الغضروف موجود ما بين راس المفصل والتجويف بتاع الجمجمه اللي هو بايت فيه راس المفصل. موجود الغضروف ما بينهم. الغضروف ده مشدود باربطه وثابت في مكانه بطريقه معينه. ده مفصل الفك. ده مفصل الفك. عشان ايه؟ عشان يفضل الحركه، هو ثابت والحركه بتاعت المفصل فيه موجوده. ايوه. تفضل موجوده من غير ما يحصل احتكاك ما بين راس المفصل والعظم اللي فوق. نتيجه العادات السيئه او العضه المش مظبوطه او الكلام ده كله، بيبدا الاربطه دي يحصل فيها التهابات شديده جدا، فيبدا الغضروف يتحرك مع فتحه البق وقفلته قدام وورا. اللي بتنتج عنها بعد كده صوت الطقطقه او صوت الخروشه. الطقطقه دي بتبقى عباره عن ايه؟ بيبقى الغضروف اتحشر في حته معينه، فزانق المفصل ان هو يفتح، وتك هو عدى من الحته المعينه دي. تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل لو احنا سيبنا الكوز؟ احنا دايما عندنا في الطب بنقول ريموف ذا كوز، المسكنات والكلام ده كله دي حاجات انت بتشيل الاعراض. ماشي. لكن لازم نشيل الكوز. ايه اللي هيحصل لو احنا ما شلناش الكوز؟ اللي هو الكوز اللي هو العضه الخطا، سواء العضه الخطا او سواء ان احنا بنجز من غير ما نتعامل مع الموضوع ده، او سواء ان احنا مثلا بناكل لبان كتير قوي، او احنا بنحط حاجه نعضعض عليها فترات طويله. ايه اللي هيحصل لما احنا نسيب الكلام ده كله؟ هيبدا يحصل تاكل في الغضروف بتاع المفصل اللي موجود ما بين المفصل والتجويف. المشكله ان التاكل ده لو فضل موجود الغضروف ده هيقعد يتاكل لحد ما يتقطع. لما يتقطع هيبقى الفك علق وما بيفتحش ولا يقفل، ساعتها هنضطر نفتح جراحه. الجراحه دي نخيط فيها الغضروف ده ونثبته في مكانه. طب ليه نوصل للمرحله دي؟ لو احنا في الاول في المراحل الاولى هنبدا نشوف الكوز ونبدا نعالجه، يعني عندنا عضه مش مظبوطه نظبطها، نعمل نايت جارد في حاله الجز، نمنع العادات السيئه، ياكل اكل طري لفتره لو حد بياكل اكل ناشف والكلام ده كله. طب لو احنا عدينا مرحله وصلنا للطقطقه هنعمل ايه؟ بنبدا نرفع العضه بجهاز اسمه رافع العضه. العضه دي لما بتترفع بنعمل كده هو بالظبط، فنسيب يحصل عمليه الالتئام الطبيعيه للغضروف في مكانه فيخف المريض ده. طب انا عايز القصه دي تبقى بيرمننت. زي ما اتفقنا او قلنا في الاول ان السنان كلها في حاله حركه، كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها. طب لو انا فتحت الثلاثة ملي ايه اللي هيحصل؟ هتبدا السنان اللي فوق واللي تحت تطول بمقدار ملي ونص، احنا مش شايفينه بس هو موجود، بدليل ان انا لما هشيل الجهاز ده هلاقي في سبيس ورا بمقدار الثلاثة ملي دول اللي هم بعد كده هيتقفلوا، لان السنان بتدور على بعضيها هتقفل بعضيها. فرفعنا العضه اللي ورا فحصل الهيلنج الكامل بتاعها، فخف ومنعنا ان هو يتقطع ولا يتاكل اكتر من كده. الجهاز ده بيتحط قد ايه؟ ده بيتحط من 6 شهور لسنه ونص. في ناس بس مش على طول يعني. لا لا لا. من 6 شهور لسنه ونص، والجهاز ده هو بيتعايش كل يوم قد ايه يعني؟ لا بيفضل بياكل ويشرب وينام بيه، اول اسبوعين بيبقوا مش ظراف بس بعد كده بيبقى حته منه، وبعد كده لما اجي اشيله حتى المريض بيبقى متضايق لمده اسبوعين كمان وتبقى الدنيا كويسه. النقطه كلها ان في ساعات الناس بتعالج الكلام ده بكورتيزون بكورتيكوستيرويدز وحاجات كده اهو، وده مش مظبوط، لان انت هنا انت شلت الالتهاب ما شلتش ما عالجتش المفصل نفسه، انت لسه عندك القصه موجوده. عايزك تكلمني على التركيبات الثابته والتجميل. التركيبات الثابته والتجميل. ايوه. مبدئيا خلينا نتفق على حاجه،
كل واحد ليه بصمته، ليه شكل الكادر بتاعه، ليه السنين واللسة والمربع ده ان هو يبان، والشفايف انه يبان بشكل معين. يعني احنا ما ينفعش اقول ان انا هعمل دكتور ايمن تجميل اسنان انا هعمله الديزاين الفلاني انتر ركب. لا، احنا لازم نعمل حاجة تليق على لون البشرة، على شكل الوش، على الشغلانة بتاعة الراجل اللي عايز يعمل التجميل ده. تعمل تحليل الابتسامة وتصميم ابتسامة على اساس انت مين بالظبط كده. انت ازاي يعني لازم ابص لللسة. طب انا اللسة عندي لما بيضحك بتظهر منها قد ايه؟ هل هي بتعدي 0 ل 3؟ يبقى احنا عندنا هنا ضحكه لسويه، لازم نبدا نعالج الضحكه اللسويه الاول. نبدا نرسم اللثه بالليزر، او نبدا دلوقتي البوتوكس دخل في الموضوع، او نعمل جراحه نسحب الشفه العلويه نخليها ما تترفعش قوي اثناء الضحكه. تمام، ده حاجه. بعدين نبدا نصمم الابتسامه اللي هي لايقه على الراجل اللي رايح يعمل التجميل ده. نعمل له افتح حاجه تليق عليه. لان في ناس تيجي تقول لي انا عايزه جبنه، يعني عايزه سنان بيضة قوي. لا، هو انت دلوقتي السنان دي مش هتليق عليك. وعلى فكره انا في حالات برفضها بالسبب ده. لا، احنا هنعمل حاجه تليق عليك، لان في الاخر الحاجه اللي طالعه منك دي سينيه او امضاء مركز مكادي. دي خارجه من عندنا. فانت لما حد يشوفك وهو هيشوفها وحشه هيقول لك دي انت عاملها فين؟ هيقول له عاملها في الحته الفلانيه. احنا ما نطلعش شغل ده، احنا بنعمل حاجه اللي تنفع لك. فاحنا البصمه دي لكل واحد الحاجه اللي تنفع له. فاحنا نبدا نجمل التجميل ده حاجات كتير قوي. ممكن تبييض لو سنان مرصوصه تقويض، نعمل لها تبييض هتبقى الدنيا زي الفل واللسه حلوه مفيش مشاكل. ممكن يبقى في شويه اعوجاج في الاسنان نرصها بتقويم ونعمل لها تبييض هيبقى الدنيا برضو بعدها تجميل هتبقى الدنيا شكلها حلو. ممكن تبقى السنان مكسره ومسوسه وفيها عصب والكلام ده كله، نبدا نعالج الكلام ده كله في الاول، وبعد كده نعمل ديزاين لاسنان شكلها حلو ونركب له تركيبات ثابته اللي هي الكراونز اللي فوق السنان باحكام عالي جدا عشان ما بوصل اللي احنا عملناه. ممكن يبقى في سبيسنج، في مسافات ما بين الاسنان كل سنه وبعضيها، نبدا نعمل فينيرز. الفينيرز دي برضو بيتعمل لها ديزاين، يعني احنا ما بنجيبش كيس فينيرز، احنا بنعمل ديزاين للاسنان دي على حسب شكلك وشخصيتك. لما هنلزقها على سنان فينيرز دي عامله زي قشره الضوافر كده بتتعمل من الايماكس، تبدا تتلزق على السنان بعد ما يتعمل لها ديزاين، تدينا رصه السنان الجميله دي بالالوان اللايقه على حضرتك. ودي اكتر حاجه كونسرفاتيف، اكتر حاجه محافظه، ودي اللي احنا بننصح بيها الناس اللي هي اسنانهم رصتها حلو بس هو عايز لون فاتح يبقى بيرمننت، ما بيتاثرش بالتدخين، ما بيتاثرش بالاكل بالكلام ده كله. لان التبييض بيرجع بعد فتره، فاحنا دلوقتي بقينا بندور احنا عايزين اللي هيجمل يبقى معاه حاجه بيرمننت، حاجه دائمه. مش دايما الدنيا زي ما بيقولوا بتبقى متسفلته، مش دايما الدنيا بتبقى دايما في عقبات، مفيش حاجه بتمشي كده. وساعات يبقى العقبه دي في الصوره زي ما تقول ايه، اقول لك ايه، لغم، حفره مش انت مش شايفها، ماشي كده كلب يطلع يهبش، يعني حاجات كده غريبه. يعني واحد جاي يزرع لك مثلا، يزرع سنان وفي مشكله مش باينه، ما يبينهاش الا الخبره والتكنولوجيا الحديثه، زي كيس دهني مثلا. كيس الدهني ده من اكتر الحاجات اللي بتشوفها لغم، لغم كبير، مشكله لما بيتساب بيحصل له تطورات مش كويس. ايه هو الكيس الدهني الاول وبيبدا ازاي؟ واحد سنته سوست وسابها، وصلت للعصب، اخد مضادات حيويه، عملت له خراج، اخد مضادات حيويه ومسكنات هدي الخراج، بدا الصديد ده يتكون تحت الجدر نفسه من تحت. واحنا عارفين ان العظم بيشتغل بخاصيتين عكس بعض، حاجه اسمها اوستيوكلاستيك اكتيفيتي وحاجه اسمها اوستيوبلاستيك اكتيفيتي. ايه دول؟ اوستيوكلاستيك ان العظم ياكل نفسه، اوستيوبلاستيك ان العظم يزود نفسه. وده الميكانيزم اللي احنا بنكبر بيه واحنا صغيرين. احنا عندنا ده كيس دهني كبير خرجناه، وده نوعه حاجه اسمها او كي سي اودونتوجينيك كيراتوسيست، ده بيعامل معامله الاورام. هشرح لك الاول ايه هو الكيس الدهني وبعدين هقول لك عملنا ايه مع ده. وش البني ادم بيكبر ازاي؟ بيبدا العظم يزيد من ورا ويبدا ياكل نفسه من جوه، فتلاقي الوش كبر مع اختلاف طفيف في سمك العظم. يعني احنا عظمنا ما بيبقاش كده يقعد يزيد عظم فالعظمه تبقى بالحجم ده كله، لا ده سبحان الله ان هو بيشتغل بالميكانيزمين دول عكس بعض. طيب ده نفس الميكانيزم اللي احنا استخدمناه مثلا في التقويم. لما بنعمل بريشر او ضغط معين على العظم بيبدا ياكل نفسه ناحيه الضغط ويبدا يزود نفسه الناحيه الثانيه فالسنه تتنقل من مكانها. ده بقى بيحصل بطريقه لما الصديد بيتكون تحت السنه نتيجه خراج فتره طويله بدون علاج بيبدا ياكل في العظم اللي حوالين الجدر. ايوه،
لما بياكل في العظم ده بيكون اوضه، الاوضه ده اللي بيبقى التطور اسمه خراج مزمن. الاوضه دي بتبان في الاكس راي حته سودة كده بس مش محدده الاطراف. الحته السودة دي بتبقى مليانه صديد، مهما عالجت لازم تعالج الحته السودة دي عشان خاطر السنه دي تتعالج. ان حد بيقول لك انا رحت للدكتور سنان عمل لي علاج عصب ولسه السنه بتوجعني، بيبقى هي دي مشكله بس الدكتور ما شخصش مظبوط. طيب لما بنسيب القصه دي ايه اللي بيحصل؟ بيبدا الجسم يلاقي ان العظم بيتاكل عنده، فيبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز تبدا تبطن الاوضه اللي موجوده دي. لما التبطين ده بيكتمل ده اسمه الكيس الدهني. تمام، بيبدا بقى الكيس الدهني ده يتطور من الانفكتد ويقعد يتطور يتطور من العدوى، من اللي هو فيه صديد يعني. كيس دهني فيه صديد لحد ما يوصل لحاجه اسمها او كي سي اللي هو الاودونتوجينيك كيراتوسيست. مشكلته ايه ده بقى؟ الاودونتوجينيك كيراتوسيست ده احنا بنسميه سيست لايك تيومر. كيس دهني يعامل معامله الاورام. يعني ايه يعامل معامله الاورام؟ يعني لازم نشيله بسيفتي مارجنز. ليه؟ لان هو كيس دهني لما بيكبر لما بيوصل للمرحله دي بيكبر بحاجه اسمها فينجر لايك بروجكشنز، يبقى صوابع بيعمل زي زوائد كده يخترق بيها العظم. فالدكتور لما هيشيله هيطلع الصوابع دي بتفضل لسه موجوده. زمان البروتوكول بتاعها كان الاستئصال بسيفتي مارجنز. سيفتي مارجن يعني استأصله واستأصل حوالي حته امان بالظبط كده. دلوقتي استخدام الكرايو والليزر، كرايو ده اللي هو العلاج بالتجميد والليزر، بدأنا نقدر نموت الصوابع ده. الحالة دي احنا شلنا الكيس اللي فوق ده ولما تحلل لقيناه ان هو OKC. بعد كده حطينا فيه بعد ما شلنا الكيس قدرنا ان احنا نشيل الصوابع اللي احنا قلنا عليها دي، معمول عليها بيبرز كتير قوي. والمرة الجاية هجيب لكم اكس رايز بيفور وافتر وصلنا لايه. بدأنا نزرع عظم مكان الكيس دي. يعني احنا مشيلنا الاول الفينجرز دي، بدانا نزرع عظم في المنطقه دي. بدا العظم ده بنحط معاه بلازما وحاجات معينه عشان خاطر يشد حيله كويس، وبعد كده زرعنا جوه العظم اللي احنا زرعناه جوه الكيس. وبعد كده مشي بسنانه الثابته بقيت حياته من غير ما نستأصل زي زمان. انا ليه بحكي القصه دي كلها؟ عشان افهم اهمال في السنه من اول التسوس بالمراحل بتاعته ممكن يوصلنا لإيه. لا حلو قوي الشرح اللي انت شرحته لتكوين كيس دهني سببه ايه. بدات القصه بانه تسوس، واحد جاله تسوس وصل العلاج وصل لمشاكل في العصب وعمال بقى يقول لك انا مش رايح، انا همشي بالمضاد الحيوي، هو في الاخر هيموت. الناس مش فاهمه ميزه البين. هو ايه البين؟ ده الالارم، ده المنبه اللي بيقول لنا اجري اتصرف، انا عندي مشكله هنا. لما احنا بنطنش الالم، لما احنا بنطنش الالم ده احنا نستحمل التطورات. فدي من اهم القنابل اللي بتواجهنا. يعني بنلاقي عظم بقى، تلاقي كيس دهني كده كبير 3 في 3 مثلا، وتصرف بقى احنا انا عايز اقعد بسنين. لا استنى، احنا هنشيل ده وهنشوف ده قصته ايه، وهننظف كويس قوي، وهنحط لك عظم، وبعد كده نحط لك زرعات، وبعد كده احنا بنتصرف. بس احنا ليه سيبنا نفسنا من الاول نوصل لكده؟ هي دي النقطه. انت اسعدتني بهذا اللقاء جدا جدا، نزهه جميله في عالم طب الاسنان. اتفسحنا النهارده، خدتكم فسحتكم وفرجتكم على صحراء تم اعاده تعمير. صحراء فم مفيش سنان خالص، في فوق ولا تحت، وساعات فوق خالص مفيش، والدنيا يأست وعظم قليل. لا اتعلمنا النهارده ازاي حتى نحط العظم الموجود. طب كمان سنة بس مفقودة واحدة، وفهمنا ايه اللي هيحصل لو اتثابت. لا هنحط الزرعة فيها ونحمل، نحمل دلوقتي ولا نأجل التحميل؟ طب عندي جيب أنفي هرفعه ازاي؟ ما هذه قضية كانت مهمة طب جدا طب. عندي مشكلة جبارة اسمها كيس دهني، وحكينا قصة الكيس الدهني. الحقيقة الحكاوي العلمية كانت كثيرة اليوم. اللي بيميز لقائي معاك كم العلم اللي انت بتطرحه، بتشرح كم علمي رائع للغاية. شكرا. وده مشاهد الدكتور انت بترديله يعني زي ما بيقولوا طبيعته، طبيعه مشاهد الدكتور مش اي مشاهد. طبعا طبيعه مشاهد الدكتور خلاص، ده المشاهدين بتوعنا وصلوا للمرحله يقول لك لا انت ما ترضنيش بكلمتين كده وروح. دي خلت المريض جاي هو فاهم بالزبط. هو داخل على ايه، وهل الدكتور ده بيضحك عليه ولا الدكتور ده مش مظبوط. انتوا ثقفتوا الناس. الله يخليك، مش انا انتوا. نورت دكتور، ربنا يخلي حضرتك. ضيف العزيز الاسم الكبير في عالم الاسنان والمتميز في ادائه العلمي والشرحي الدكتور كريم مكدي، كان في الدكتور. خليكم مع الدكتور.